هنقفل كده ال تمام. طيب احنا قلنا ان شاء الله ان احنا حاضر حاضر لسه ما بداتش. سلو داون على ايه؟ لسه ما بداتش، لسه اقول بسم الله الرحمن الرحيم. النفرولوجي، ان طبعا النهارده زي ما احنا قلنا هنتكلم على الرينال ديزيز. يعني احنا قبل ما نتكلم على الـ على الرينال سيستم بصفه عامه بقى، او نتكلم على النفرولوجي، ايه هي علم ايه النفرولوجي ده؟ اللي هو علم الكلى. يعني اولجي دي علم، علم الكلى. المفروض ان انا هدرس النفرو دي يا جماعه، يعني النفرون دي زي ما نعرف كمان شويه دي الوحدات بتاعه الكلى. فانا قبل ما ادرس امراض الكلى طبيعي لازم اعرف ايه هي اصلا وظائف الكلى، عشان لما اعرف وظائفها واقول انها قصرت وبقى في مشكله في الكلى، او الكلى حصل فيها مشكله، اقدر اعرف ان الوظائف اللي كانت هتقوم بيها ما عادتش خلاص هتقوم بيها. تمام كده. فالمفروض ان انا هبتدي النهارده اشرح الفسيولوجي الاول. المفروض ان انا اتكلم في الاول، اشرح شويه فسيولوجي الاول، نفهم مع بعض ازاي الكليه بتقوم بشغلها، ازاي الكليه بتقوم بالعمل بتاعها، ايه هي وظائف الكلى في جسمي. وبعد كده لما اعرف الوظائف واقول بعد كده ده في مرض في الكلى، الكلى ما عادتش هتقوم بوظيفتها، يبقى الكلى هتاثر في الوظيفه الفلانيه والوظيفه الفلانيه والوظيفه الفلانيه. تمام ماشي يا دكتور ابو الحسن، خلاص تمام فهمت. الصوت يا جماعة عندي كويس، والكواليتي اكسلنت عندي بتاعة القاعة، الكواليتي اكسلنت دلوقتي. فلو حد فاتح اي فيس، اي سكاي، اي حاجة من حاجات النت، اقفلوها وخليك لينك القاعة بس المفتوح عشان نبتدي بقى. تمام، وانا هتكلم على قد ما اقدر بالراحة عشان خاطر الصوت يتنقل بسهولة. حاضر حاضر يا دكتور ابو الحسن، حاضر حاضر. انا هحاول اهدي صوتي خالص اهو على قد ما اقدر، وانتوا كمان لو حد فاتح اي سكاي، اي فيسبوك، اي موقع تاني اقفله، وخلي بس واللي فاتح داونلود كمان يا معايا اقفله، اي حاجه اقفل كل حاجه وسيب الموقع بس المفتوح، اللي هو الموقع القاعه بس المفتوح. ازيك يا دكتور محمد منورنا. طيب نبتدي، يلا يا جماعه بقى عايزين نبتدي بقى. 7 9 وربع، يبقى المشكله عندك انت في النت يا دكتور محمد، يبقى المشكله عندك انت في النت. يلا يا جماعه نبتدي، يلا نبتدي. هنرجع بقى نناقش ان شاء الله النهارده موضوع النفرولوجي، او زي ما احنا اتفقنا الرينال ديزيز اللي هي امراض الكلى. كويس قوي. ما ده قبل ما يعني اخش في صلب الموضوع واقول لكم الموضوع الكبير اللي انا عايز اناقشه النهارده، اللي هو هيبقى الرينال فيلير، الفشل الكلوي، لازم اعرف الاول الكلى دي وظائفها ايه، وبعد كده اقدر اعرف لما تفشل، لما يحصل رينال فيلير هتاثر في 1 2 3 4 من الوظائف اللي هي هتقوم بيها. يعني انا عايز ابتدي النهارده بالفسيولوجيكال اكشن، وهجيب السهم اهو، عايز ابتدي النهارده بالفسيولوجيكال اكشن بتاع الكدني. كويس قوي. الفسيولوجيكال اكشن بتاع الكدني، ايه هي الوظائف اللي بتقوم بيها الكلى؟ يعني ده كلام هيبقى نظري في الاول يا جماعه، وبعدين هنزل على الرسومات دلوقتي، انا بحب قوي اسلوب الرسومات، فركزوا معايا بس كده في الاول. الكلى ليها وظيفه اكسكريتوري. يعني ايه وظيفه اكسكريتوري؟ يعني وظيفه اخراجيه، يعني وظيفتها انها تخرج الويست برودكت اللي هي فضلات الجسم. وفضلات الجسم يا جماعه انا عايز اخص بيها اتنين بس النهارده اللي هنتكلم عليهم كتير قوي. عايز اخص اليوريا. اليوريا دي اللي هي ايه؟ اللي هي ناتج تكسير البروتين. طبعا احنا لما بناكل اي بروتين بيتكسر لوحدات امينو اسيد في جسمي، وبعد كده ياخدها الكبد يصنع البلازما بروتين اللي هي بروتينات الدم، ويصنع كمان البروتينات التانية اللي محتاجها الجسم زي البروثرومبين ومش عارف والترانسفيرين اللي هو ناقل الحديد وهكذا. فالجسم بياخد بتاع، بياخد الامينو اسيد لما تنزل في الجي اي تي ويستخدمها في تصنيع البروتين. بعد ما البروتين ده يستخدم في الجسم وعايز يتكسر، بيتكسر لليوريا. يبقى اليوريا دي ناتج تكسير البروتين. وظيفه الكليه انها تخرج اليوريا دي. وظيفتها كمان انها تخرج الكرياتينين، او الكرياتينين زي ما بيحبوا يقولوه بعامه الشعب كده. الكرياتينين ده يا جماعه ده ناتج تكسير المسلز. المسلز اللي في جسمي بتتكسر لوحدات اسمها الكرياتينين، ووظيفه الكلى انها تخلصنا من اليوريا والكرياتينين دول. طيب الوظيفه ايه كمان؟ وظيفتها انها تخرج التوكسنز، اي سموم بتطلع في جسمي، اي بكتيريا بتطلع في جسمي، وظيفتها ان البكتيريا تخلصنا من التوكسنز والسموم بتاعتها دي، لحد بعد ما ناخد انتيبيوتكس وناخد حاجات تخلصنا من البكتيريا نفسها. وظيفتها ان انا لما باخد دراجز، الدراجز تخرج هي كمان عن طريق الكلى. في دراجز كتير بتخرج عن طريق الكلى. الصوت لسه بيقطع ازاي؟ طب نوقف كده تسجيل يا جماعه. طيب نبتدي كده تاني. زي ما انا قلت الوظائف، من ضمن وظائف الكلى وظيفه اكسكريتوري. وظيفه الاكسكريتوري ديت زي ما قلنا هيخرج الويست برودكت اللي هي فضلات الجسم زي اليوريا وزي الكرياتينين. زي اليوريا وزي الكرياتينين، وهيخرج كمان التوكسنز اللي هي السموم، هيخرج لي كمان الدراجز. في ادويه كتير قوي بتخرج عن طريق الكلى. دي وظيفه اكسكريتوري. على كده بقى يا جماعه لو الكليه فشلت او حصل رينال فيلير، الحاجات دي هتتراكم في جسمي مش هتخرج. يعني دي مبادئ اهو، افكار بنحطها في دماغنا من دلوقتي، ان الكليه وظيفتها تخرج المواد دي، الوست برودكتس، التوكسنز، دراجز. لو انا حصل ان الكليه حصل فيها اي فشل، اي فيلير، الحاجات دي هتتراكم في جسمي ومش هتخرج.
تمام. ليه وظيفة تانية؟ وظيفة ريجيولاتوري، وظيفة تنظيمية. ازاي؟ وظيفتها انها تعمل H2O بالانس، انها تعمل تنظيم للميه في جسمي. لو الميه زايده قوي في جسمي تخرجها، ولو الميه قليله وظيفتها انها تعمل لها ريتنشن، ما تخرجهاش. ليها وظيفه تانية انها تعمل الكترولايت بالانس، تحافظ على نسبه الالكترولايتس اللي في جسمي ببالانس او بتنظيم او بكونسنتريشن معين، بمعنى انها تخلي الصوديوم. عفوا يا جماعه انا تكميني بس تعبان، عندي كحه شويه، ف صوت يعني ساعات ممكن اكح في الوسط او حاجه، فمعلش استحملوني. الالكترولايت بالانس زي الصوديوم لازم يكون بتركيز معين، هنعرف ازاي دلوقتي. البوتاسيوم لازم يكون بتركيز معين، هنعرف كام دلوقتي. الكالسيوم الكلورايد البايكربونات، كل دي الكترولايت لازم تكون بتركيز معين في جسمي. وظيفه الكليه انها تحافظ على التركيز ده ثابت، يبقى ده وظيفتها انها تعمل الكترولايت بالانس، تخلي الالكترولايت واخده بالانس معين. على كده الكليه برضو لو حصل فيها اي فيلير، الالكترولايت دي يحصل فيها ديستربنس، هتبدا تبوظ ويحصل فيها مشكله. طيب وظيفتها برضو انها تعمل اسيد بيز بالانس، يعني ايه؟ وظيفتها انها تخلي الجسم في وضع، يعني وضع البي اتش بتاعه منتظم. يعني مثلا احنا عارفين ان البلد البي اتش بتاعته 7 و4، لازم البلد يكون البي اتش بتاعته 7 و4 دايما، ما تتغيرش. مين اللي مسؤول عن كده؟ اللي مسؤول عنه الكلى. عشان كده نلاقي دايما مرضى الرينال فيلير عندهم ايه؟ عندهم اسيدوزيس، عندهم البي اتش بتاعهم بدل ما كان الكلاين 7 و4 بقى اسيدك. فدي برضو مشاكل من المشاكل اللي بتقابلنا. من ضمن وظائف الكلى برضو وظيفه اندوكراين. يعني ايه اندوكراين يا جماعه؟ احنا عارفين في حاجه اسمها اكسوكراين وفي حاجه اسمها اندوكراين. اما اقول كلمه اندوكراين معناها ان انا بفرز هرمونات في الدم، بطلع هرمونات في الدم. فالاندوكراين وظيفه الكليه انها تطلع ماده اسمها اريثروبيوتين. الماده ديت مسؤوله عن تصنيع الاربسيز، كويس قوي. مسؤوله كمان انها تفرز الرينين. ماده الرينين دي يا جماعه للناس اللي طبعا واخده فارما عارفين ان الرينين دي بتطلع تعمل ريجيوليشن للبلاد بريشر. يعني وظيفه الرينين انها كانت بتحول حته فارما كده في الوسط، الرينين ده بيطلع يحول انجيوتنسينوجين اللي بيطلع من الليفر لانجيوتنسين 1، والانجيوتنسين 1 يتحول بالايس انزيم لانجيوتنسين 2 اللي بيرفع الضغط. من الاخر الرينين وظيفتها تظبط الضغط، ترفع لي الضغط. الكلى كمان بتطلع البروستاجلاندين بي جي ديت، اللي هي بروستاجلاندين، لو الاسم بس مش واضح قدامكم، بي جي. البروستاجلاندين دي بتعمل فازو دايلاتيشن، توسع الاوعيه الدمويه وتظبط. فزي ما احنا شايفين يا جماعه الكلى بتقوم بوظائف مهمه جدا، يعني تخرج فضلات وسط برودك، تخرج توكسين، تخرج دراجز، تطلع اريثروبيوتين اللي يحافظ على الار بي سيز تبقى موجوده في جسمي فما يحصلش انيميا، واخدين بالكم؟ تطلع رينين فيحافظ على الضغط، تطلع بروستاجلاندين اللي ممكن يعمل لي فازو دايلاتيشن. فليها وظائف مهمه، تحافظ على الالكترولايت، تحافظ على نسبه الميه، تحافظ على البي اتش بتاعت الدم. وظيفه بقى اخطر واخطر كمان، بتعمل اكتيفيشن لماده اسمها فيتامين دي. كلنا نعرف فيتامين دي ده. فيتامين دي ده يا جماعه اللي هو عباره عن ايه؟ فيتامين دي ملوش وظيفه في جسمي غير انه يساعدني في الابزوربشن بتاع الكالسيوم بس كده. دي المعلومه اللي انا عايزكم تعرفوها عن فيتامين دي كله. يعني فيتامين دي اصلا بيطلع في جسمنا ازاي؟ بس رسمك منها مقطوعه من هنا بس، دي كده الشمس، يعني الويفز اللي طالعه ديت او الخطوط اللي طالعه دي الشمس. الشمس لما بتنزل بتشتغل على السكن، بتطلع ماده اسمها كولي كالسيفيرول، مش مهم الاسم، المهم الماده دي ان اكتيف. الماده دي لازم تروح الكبد، دي كده ده كده الكبد، عشان يديها مجموعه هيدروكسيل عند المكان 25، فيديني ماده اسمها 25 هيدروكسي، ما انا اديت مجموعه هيدروكسيل كولي كالسيفيرول. برضو الكلام ده مش مهم. برضو الماده دي بقى تروح على الكلى، وده اللي يهمنا دلوقتي، يديها مجموعه هيدروكسيل هو كمان، يحولها لواحد و25 داي هيدروكسي، ما بقى دلوقتي 2 هيدروكسيل كولي كالسيفيرول. ده كده هو ده فيتامين دي، ده الاكتف فيتامين دي. هقول تاني، هقول تاني، الحته دي مهمه وهتهمنا قوي واحنا بنتكلم دلوقتي. وظيفه الكلى انها تعمل اكتيفيشن لفيتامين دي. يعني ايه؟ يعني تطلع لي فيتامين دي في الاخر هنا، تطلع لي اكتيف فيتامين دي. ازاي تطلع اكتيف فيتامين دي؟ الشمس لما تشتغل على السكن بتاع الانسان تطلع لي ماده اسمها كولي كالسيفيرول، كولي سي كالسي فيرول، الماده دي ان اكتيف. الماده دي تروح الكبد تاخد مجموعه هيدروكسيل عند المكان 25، فيبقى اسمها 25 هيدروكسي كولي كالسيفيرول، ودي برضه ان اكتف الماده دي. يبقى الماده دي لازم تروح الكلى اللي هيديها كمان مجموعه هيدروكسيل كمان، عشان يبقى عندها مجموعتين هيدروكسيل، واحد عند المكان واحد والتاني عند المكان 25، فيبقى اسمها 1 و25 داي هيدروكسي، اتنين مجموعه هيدروكسيل كوليكالسيفيرول، وهو ده
اكتف فيتامين دي. طب ايه هو وظيفه اكتف من فيتامين دي؟ انت عمال تلف معايا اللفه دي كلها عشان تطلع فيتامين دي، ايه هو وظيفته اساسا؟ وظيفته زي ما انا قايل لكم في الاول، يروح عند عند الانتستين والجي اي تي ويساعد في الابزوربشن بتاع الكالسيوم، يقوم الكالسيوم ممتص كويس وداخل هنا. الله، يعني الكليه لو حصل فيها فيلير فشل، الفيتامين دي ده مش هيتاكتف، فالكالسيوم مش هيمتص، فيحصل لي ايه؟ هايبوكالسيميا. يعني بصوا يا جماعه، احنا ممكن من الفانكشن نطلع المشكله اللي هتحصل. يعني لو انا عندي رينال فيلر دلوقتي، توقع معايا ايه اللي ممكن يحصل؟ اللي ممكن يحصل ايه؟ اليوريا والكرياتينين دول هيترسبوا في جسمي، هيتخزنوا، مفيش حاجه هتطلعهم. لو في توكسنز او في اي دراجز هتتخزن في جسمي، الاريثروبيوتين ده مش هيطلع، فيحصل لي انيميا، الار بي سي مش هتطلع، الضغط بتاعي هيبقى مش منتظم، البروستاجلاندين دي مش هتطلع، الالكترولايت دي هتبوظ، معرض ان يحصل لي اديما، ما الميه مش هتخرج، معرض اخش في اسيدوزس، ما عادش في حاجه بتظبط البي اتش بتاع الجسم، معرض يحصل لي هايبوكالسيميا نتيجه ان الاكتيف فيتامين دي ما عادش بيتصنع. مش هو ده الكلام ولا ايه؟ هو ده العقل بيقول كده. لما دي بتقوم بالوظائف ديت، خلاص الوظائف دي لما تقف خلاص الحاجات دي مش هتحصل. طيب عايز اخش في نقطه تانية، يعني احنا عرفنا شويه مقدمه عن الكلى، عايز اخش في نقطه تانية، الكلى بيروح لها دم ازاي؟ يعني ايه هو الرينال بيرفيوجن؟ طب ده مهم؟ ايوه مهم، ما احنا كمان شويه هنخش جوه الكلى ونعرف ازاي اصلا اليورين نفسه بيتكون، البول بيتكون ازاي، ومن خلاله لما نعرف البول بيتكون ازاي هعرف امتى الكليه تبقى فيلد، يعني تبقى اسمها رينال فيلير، اللي ممكن بقى يكون اكيوت وممكن يكون كرونيك زي ما نعرف دلوقتي. المهم لو سمحت عرفني ازاي الكليه بيخش لها دم. الكليه بيخش لها دم ازاي؟ لو ده القلب، الهارت بتاعي، هو الهارت يا جماعه بيضخ كام دم؟ يعني بيضخ في الدقيقه كام لتر دم من السيركيوليشن؟ يعني معلومات بقى فيسيولوجي، حاجات قديمه خالص. المفروض ان احنا حجم الدم بتاعنا كله كام اصلا؟ احنا قافلين الشات. المهم ان احنا حجم الدم بتاعنا كله كام اصلا؟ 5 لتر. هما 5 و6 لتر، بس احنا هنقول 5، يعني هنقول كده مجازا من عندنا 5. طيب كويس، يعني القلب المفروض في الدقيقه بيضخ لي 5 لتر اهم. خليني اكبر شويه عشان الناس تشوف، اكبر الحته دي شويه اهي. المفروض نجيب السهم تاني، المفروض ان القلب هيضخ لي 5 لتر في السيركيوليشن. اتعودوا بقى على الرسومات، انا بحب دايما اسلوب الرسومات. المفروض ان القلب هيضخ لي 5 لتر في الدقيقه. حلو قوي، ال 5 لتر دول المفروض ان هم بيغذوا الجسم كله. سامعيني يا جماعه؟ سامعيني صح؟ طيب المفروض الرينال بيرفيوجن اهو زي ما احنا اتفقنا، نرجع كده ناخده تاني. الرينال بيرفيوجن يعني الكلى بيروح لها دم قد ايه، ومن خلال ده هنقدر كمان شويه نخش جوه تفاصيل اكتر. يا جماعه احنا لسه في البدايه، هنخش جوه تفاصيل دلوقتي. المفروض ان ال 5 لتر دول، نجيب السهم، ال 5 لتر دول بيخرجوا من القلب، هيروحوا يتوزعوا على الجسم كله. نصيب الكلى قد ايه؟ نصيب الكلى من ال 5 لتر دول قد ايه؟ الكلى بتاخد لها 1 لتر بس يا جماعه. حاضر، الكلى بتاخد لها 1 لتر بس. الواحد لتر ده هو ده اسمه الرينال بلاد فلو، يعني ده الدم اللي رايح للكلى، الواحد لتر ده. طيب حاضر، هبعده اهو، هبعده عني شويه. نقفل بقى الشات تاني يا استاذه سلمى لو سمحتي. واحد لتر اهو، ده نصيب الدم. البورد موجوده، بس انت اقفل النت عندك او اقفل اي حاجه فيها مشكله عندكم. نكمل تاني. ال 5 لتر دول 4 لتر هيتوزعوا في الجسم، في بقيه الجسم، والكلى نصيبها 1 لتر بس، اللي هو اللتر ده الوحيد ده. اللتر دم فيه ايه يا جماعه؟ يعني هو الدم ده بيتكون من ايه اساسا؟ المفروض ان الدم ده 1 لتر هيخش ويتفلتر في الكلى، وبعد ما يتفلتر، بعد ما يتنضف شويه منه، ينزلوا بول اهو ويروح لليورينري بلادر، ومنها لليوريثرا ويخرج بره الجسم، وشويه تانيين هيرجعوا الفينس اللي هو الفين بقى، وبعد كده تروح تصب في القلب تاني. يعني بعد ما يخش يا جماعه الواحد لتر، يخش يفضل ينقسم 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 لحد ما يجي يتفلتر هنا كده، وهنعرف ازاي دلوقتي. وبعد ما يتفلتر يطلع الماده اللي هي مش كويسه بقى، الوست برودكت، يرميها في البول، والباقي بعد كده بقيه الدم يرجع تاني ويروح للقلب.
طيب كويس قوي، يبقى الواحد لتر ده المفروض ان هو هيخش، هو المفروض ان انا عندي فيه لتر هيخش جوه دلوقتي. طيب ماشي، خليكم ماشيين معايا عشان من اول هنا بجد بقى. اللتر ده هيخش يقعد ينقسم 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 في تفرعات زي ما احنا شايفين كده. فمثلا ده انقسام اهو في الارتري، اهو ده الرينال ارتري، ده المين ارتري، الرينال ارتري هيبدأ يخش الارتري وينقسم هنا كده، ينقسم لارتري كمان اهو، وبعد كده ينقسم لكمان ارتري اهو، وبعد كده الارتري ده بنسميه الاركويت ارتري، مش مهم عندي الاسامي، المهم الارتري ده كمان هينقسم لكذا ارتري زي ما انتم شايفين دلوقتي كده، وكاني يا جماعه قاعد انقسم 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 عشان اوصل لفيري فيري سمول بلود فيزلز اللي هي بقى تبدا تغذي السيلز دي وتبدا هي كمان تتفلتر. طب تعالى ناخد مثال واحد، ادي ادي الرينال ارتري داخل اهو، اتوزع اتوزع، انا هاخد الطريق ده اهو، اتوزع هنا اهو، وبعد كده اتوزع على ارتري ماشي بالعرض اهو، وبعد كده الارتري الطويل ده اللي هو الطويل ده كويس، ادي الارتري الطويل ده. انا دلوقتي بعمل ايه؟ بشرح ازاي الكليه بتتغذى، الدم رايح لها ازاي. الدم ده رايح لهنا كده، هيروح هنا وصل هنا لفيري سمول ارتري، وبعد كده يبدا يتوزع الارتري على اليمين وارتري على الشمال. طب نكبر شويه، هيبدا يتوزع الارتري على اليمين وارتري على الشمال. طيب نكبر كده شويه اهو، يتوزع الارتري على اليمين وارتري على الشمال. الارتري اللي على اليمين ده اهو اللي هي الحته دي كده، الحته دي الجزئيه دي كده، في ارتري على اليمين وارتري تاني على الشمال. تعالى يا جماعه ناخد الجزئيه ده اللي هي في حاجه عامله زي التعبانه اهي داخله في كوره الدم، في حته الدم، تعالى ناخدها ونكبرها بره هنا كده عشان نفهمها كويس. الا ايه ده يا جماعه؟ ايه ده اصلا اللي انا بتكلم فيه ده؟ الدم دخل وداخل هنا عشان يتفلتر ويطلع لي يورين، ويطلع اليورين من ناحيه، وبعد كده بقيه الدم يرجع الجسم تاني. الحته دي انا عايز اكبرها شويه، اكبر المنطقه دي الجزئيه دي كده، كبرتها هنا اهو على الجنب هنا اهو، ادي الجزء بتاع الدم اللي داخل اهو، داخل من هنا اهو، وبعد كده طالع من الناحيه التانيه اهو، طالع من الناحيه التانيه دي، يعني انا بس قلبتها بس. الوحده دي يا جماعه اللي هي مرسومه بالاسمر دي، دي هي النفرونز. ايه النفرون ده؟ النفرون ده اللي هي الوحدات بتاعت الكليه، يعني كل كليه عندنا في جسمنا عندها مليون نفرون، جواها مليون نفرون، فانت مليونير في النفرونز بتاعتك. ايه هي النفرونات؟ النفرونز ديت وحدات اللي هتقوم بفلتره الدم، من الاخر اللي هتنظف الدم واحده واحده معايا. انت ممكن تكون لسه مش فاهم دلوقتي شويه في الاول، بس واحده واحده هتلاقي المعلومات اتنظمت، خليكم معايا بس. المهم ان الدم هيجي يخش من هنا كده اهو، الدم هيجي يخش من هنا كده اهو، الدم داخل اهو، داخل من هنا، دخل اتفرع زي ما انتم شايفين لفرعين، هم في الحقيقه مش فرعين يا جماعه، هم 50 فرع. ال 50 فرع دول بسميهم الجلوميرلس، بسميهم ايه؟ الجلوميرولاي او الجلوميرلس اهي، من مكتوبه هنا ايه ايه هي الجلوميرولاي دول؟ البلاد فيزلز يا عم والله اللي داخله اتفرعت لكذا فرع، دي اللي منها هيحصل الفلتريشن، يعني دي اللي هيجي من هنا الدم اهو، الواحد لتر اللي اتفقنا عليه، الواحد لتر جاي داخل من هنا اهو كده، هيقوم متفلتر منه شويه وشويه تانيين مكملين. اللي هيتفلتر منهم دول، دول اللي هسميهم جلوميلر فلتريشن ريت. يعني ايه؟ يعني كميه الدم اللي هتفلتر وتخش هنا كده، هتفلتر وتخش هنا كده، يعني الدم اهو تاني، الدم واحد لتر داخل اتفرع كذا فرع، راح اتفرع لهنا، ادي ارتري ماشي في الوسط اهو اللي هو الاحمر ده، وبعد كده اتفرع فرع تاني اللي هو مايل، القوس المايل ده، وبعد كده فرع كبير تاني، وبعد كده وبعد كده فرع صغير. الفرع الصغير ده اهو هيبدا يخش يتفرع لكذا فرع صغير داخل الجلوميرولاي دي، او داخل راس النفرون، مش احنا قلنا ده النفرون دي راسه، هيتفرع داخل، يقوم داخل ومفرع كذا فرع داخل النفرونز دي. الراس النفرون دي يا جماعه بسميها بومن كبسول، بومن كبسول او محفظه بومن بتاعت الاحياء، والحته دي كده بسميها البروكسيمال كونفولت تيوبيول، هناخدها دلوقتي، والحته دي كده اسمها لوب في هنلي، كل ده كلام احياء وكلام ثانويه تافه، والحته دي برضو بسميها الديستال كونفولت تيوبيول، ودي الكولكتنج تيوبيول، مش موضوعنا. المهم ان انا عندي في ارتري داخل وبعدين يتفرع كذا فرع وبعدين خارج، اتفقنا ان الواحد لتر اللي داخل ده هيحصل منه فلتريشن شويه كده، هيقوموا داخلين داخل النفرون، وبعد كده هيكمل يقوم الباقيين طالعين. فاي حاجه داخله على اي اورجن يا جماعه بسميها افرنت، انا دايما اقول لهم الكلام ده واحنا بنشرح فارما، الافرنت اي حاجه داخله على اورجن، والافرنت اي حاجه خارجه من الاورجن، فالافرنت ده حاجه داخله، فلان اللي داخل ده ارتريول سميته افرنت ارتريول، ولان اللي خارج ده ارتريول سميته افرنت ارتريول، افرنت ارتريول ده افرنت بالاي. طب كويس قوي، انت عايز تطلع من ايه من السكه دي كلها؟ عايز اطلع بنقطه، ان الدم لما يخش من هنا يحصل منه شويه يعدم في النفرون عشان يتنضفهم، وشويه تانيين يكملوا. طب ثواني كده لو سمحت،
انت بتقول لي ان الارتري هيتوزع هنا وينقسم هنا كذا انقسام. والله اللي انا اعرفه من فيسيولوجي دراستي البسيطه ان الارتري لما بيجي ينقسم وهو داخل على اي اورجان بيكون كابيلاري، اللي هي الشعيرات الدمويه الكابيلاري الصغيره دي. اه فعلا دي اسمها كابيلاري، عشان كده الجلوميرولاي دي اسمها جلوميرولاي كابيلاريز. بس انت يا عم غلطان في حاجه. غلطان في ايه؟ ان انت احنا كنا بنعرف في الفسيولوجي ان الارتري يدخل يتوزع لكابيلاريز، وبعد كده الكابيلاريز تطلع على فين، يعني تطلع على وريد، يعني وكأن الارتري داخل يغذي الاورجان فبيخش بكابيلاري وبعد كده يطلع بفين. لكن انت حاسب، انت بتقول لي هنا ده افرنت ارتريول وهنا ده افرنت ارتريول برضو، يعني هنا انت عايز تقول لي ان هنا الكابيلاري بتوين اتنين ارتريول، هنا ارتريول وهنا ارتريول. على فكره يا جماعه دي الكابيلاري الوحيده اللي في جسمنا اللي هي الجلوميرولاي ديت اللي ربنا سبحانه وتعالى خالقها بين اتنين ارتريول. طب ربنا له حكمه في كده يا جماعه؟ اكيد له حكمه. طبعا احنا عارفين ان الفين بيكون واسع نسبيا والجدار بتاعه مرخي شويه، لكن الارتري بيكون كونستريكتد، يعني الارتري بيكون الى حد ما مايل انه يبقى قوي شويه، فازو كونستريكتد شويه. طب ايه حكمه ربنا سبحانه وتعالى ان هو يخلق لنا الجلوميرولاي ديت او الكابيلاري ديت بتوين الاثنين ارتري دول؟ حكمته في كده يا جماعه ان لما يكون ده هنا فازو كونستريكتد شويه وده يكون فازو كونستريكتد شويه، يكون هنا البريشر عالي، يكون الضغط داخل البلاد فيزلز اللي جوه هنا دي عالي. طب وانت محتاج الضغط ده في ايه؟ محتاج الضغط ده عشان اول ما يجي الدم هنا يندفع بقوه الضغط ده انه يخش داخل النفرون دي. ما هو لو ما فيش ضغط ايه اللي يجبره انه يسيب الكابيلاري ويقوم داخل النفرون؟ اكيد لازم يكون هنا في بريشر، في ضغط هنا. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى خالق الافرنت ارتريول ده هنا افرنت ارتريول، وسايب هنا برضه افرنت ارتريول، افرنت ارتريول، وبعد كده الافرنت ده بقى اللي يعمل لي شويه كابيلاري ويسلم لفين بعد كده بقى، مش مهم. المهم ان الكابيلاري ده دي الكابيلاري الوحيده اللي هي بتكون بتوين اتنين ارتري. حكمه ربنا من كده ان يكون هنا في هاي بريشر في الكابيلاري دي، فيقدر يدفع الدم انه غصب عنه لازم يخش هنا كده ويبدا يتفلتر. طيب على كده انت عايز تقول لي ان السهم ده فيه هنا دم بلاد هيعدي؟ يعني انت عايز تقول لي ان في ار بي سي وايت بلاد سيل وحاجات مكونات الدم كلها هتعدي هنا؟ لا حاسب، هنعرف دلوقتي ايه اللي هيعدي، بس انا عايزك تعرف دلوقتي ان هنا في هاي بريشر في الجلوميرولاي دي. في كمان شويه سيلز كده اسمها الميزنجيوم سيل او الميزنتريك، ديت بتكون موجوده حوالين الجلوميرولاي وليها وظيفه انها بتساعد في البريشر ده، البريشر هنا يبقى عالي برضه. خلاص يبقى احنا فهمنا كده النقطه ديت اللي عايز اوصل اخرج منه من السلايد دي كلها. لو رجعنا بقى نصغر تاني، اللي عايز اخرج منه بالسلايد دي كلها كام معلومه. طيب ثواني اهو نجيب كده السلايد. عايز اخرج بحاجه يا جماعه، وظائف الكلى هي الوظائف اللي قدامي دي، وظيفتها تخرج اليوريا، وظيفتها تخرج التوكسين الدراجز، وظيفتها تحافظ على الالكترولايت، وظيفتها تحافظ على نسبه الميه في جسمي، وظيفتها تحافظ على الاسيد بالانس او الاسيد بيز بالانس البي اتش يكون ثابت، وظيفتها تاكتف فيتامين دي اللي هو هيساعدني في امتصاص الكالسيوم، وظيفتها تطلع اريثروبيوتين اللي هو هيساعدني في تكوين ار بي سيز ومش هيحصل انيميا. عشان كده نلاقي عيني مرضى الفشل الكلوي بياخدوا حقن اسمها ابريكس. الحقن دي اريثروبيوتين متصنع يا جماعه عشان ما عندهمش اريثروبيوتين. وظيفتها تطلع رنين اللي يحافظ على الضغط، وظيفتها تعمل المواضيع اللي احنا بنتكلم عليها دي. لو جيت اخش جواها اكتر عشان اعرف ازاي الدم بيخش جواها وبيتفلتر، هلاقي ان الكلى كلها بتتكون من وحدات اسمها النفرونز، اللي هي زي ما انتم شايفينها دي الجزء الاسمر ده. النفرونز اول ما الدم يقوم، اول ما البلاد فيزل زي توصل تقعد تتفرع تتفرع، الارتري يتفرع 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 لحد ما يوصل للفرع الصغير ده اللي يبدا هو كمان يطلع فروع. الفروع الصغيره منه الجزء الاحمر ده هو ده الجلوميرولاي، الحته دي كده يبدا يحصل منها سكريشنز للدم، يبدا ينزل في النفرون عشان يتفلتر. يعني بصوا يا جماعه لو جينا نرسم على الرسمه الصغيره ده كده، الدم يخش هنا كده، وبعد ما يخش هنا يفضل ماشي في السلسله الطويله ديت ويبدا يحصل منه حاجات ترجع الدم تاني لحد ما يبدا يتكون اليورين، النقط السمراء دي. اليورين لما تتكون ايه وهنعرف حالا اهو ازاي، تبدا تنزل في اليورينري بلادر ومنها الى مخرج الجسم. كده الكليه بتاعتي شغاله سليمه وشغاله زي الفل وما عنديش اي مشكله. طيب تمام. طب احنا انت يعني قاعد تقول لي دلوقتي المفروض هنا اليورين هيتكون ومش عارف ايه، طب ما تشرح لي بتفصيل اكتر شويه لو سمحت عشان ابقى فاهم اكتر. حاضر، تعال نخش في الرسمه الاكبر دي، تعالوا نخش في الرسمه الاكبر دي، والرسمه دي مهمه قوي بقى يا جماعه، او الكلام اللي تحتها اللي هيهمنا قوي دلوقتي واحنا بنشرح. المفروض دي السيركيوليشن، السيركيوليشن فيها 5 لتر زي ما اتفقنا، ال 5 لتر دول بيلفوا الجسم كله، 1 لتر بس هو ده اللي هيروح الكلى. ال 1 لتر ده اهو
دم، 1 لتر دم. هو الدم ده بيتكون من ايه؟ والله الدم ده يا سيدي فيه 400 حجم، انا بتكلم في حجم دلوقتي، 400 مللي منه عباره عن سيلز، و600 ده عباره عن بلازما. طب كويس قوي، هو ايه اللي هيتفلتر، السيلز ولا البلازما؟ هو انا معقوله هفرط في السيلز اللي هي الار بي سيز والوايت بلاد سيل انزلها هنا؟ استحاله، دي ما تطلعش. ال 400 دول هيعدوا على الجلوميرولاي ويطلعوا الناحيه التانيه 400 زي ما هم، مش هيتاثروا. لكن ال 600 ده هم يا جماعه، 600 ده هم دول اللي هينزلوا هنا وهيفقد منهم 120 مللي. تعالوا نكبر شويه، هفقد منهم 120 مللي، اكبر شويه عشان الناس تشوف اهو. نجيب السهم تاني، ال 600 دول هينزل منهم هنا يتفلتر 120 بقوه الضغط اللي احنا اتفقنا عليه، لان ده ارتريول وده ارتريول. ال 120 هينزلوا هنا اهو. طب كويس قوي، دول ال 120 نزلوا، اتبقى كام من ال 600؟ اتبقى 480، ادي ال 480 الناحيه الثانيه. يبقى ال 400 سيلز هيعدوا زي ما هم، مش هفقد سيلز، مش هفقد ار بي سيز ولا هفقد وايت بلاد سيل ولا الكلام ده. عشان كده الشخص النورمال اللي هو انا وانتم ما عندناش ار بي سيز في اليورين، ما عندناش وايت بلاد سيل في اليورين. لكن مريض الرينال فيلير هنلاقي عنده مشكله في هنلاقي عنده ار بي سيز في اليورين، احتمال نلاقي عنده بليتلت في اليورين، نلاقي عنده وايت بلاد سيل في اليورين، لانه عنده مشكله في الجزئيه دي، هنشوفها ان شاء الله دلوقتي. بس خليكم معايا، ال 600 دول 120 منهم هيعدوا، و480 هيكملوا، و480 دول يرجعوا السيركيوليشن تاني، وبعد كده ادي ادي ده في الدقيقه، يعني ال 120 دول في خلال الدقيقه، يجي 1 لتر تاني 120 يعدهم يتنضفهم، وبعد كده ال 480 بقيتهم يرجعوا. طب ال 120 اللي هيعدوا دول مصيرهم ايه؟ مصير ال 120 مللي دول ايه؟ ال 120 دول بس عشان نبقى فاكرين جايين من البلازما، السيلز مش هيحصل لها حاجه. طب لو سمحت، انت بتقول لي ان ال 120 دول هيخشهم يتنضفهم في النفرونز ويطلعوا يورين، ويطلعوا يورين، وقلت لي ان باقيهم هيرجع، طب ازاي؟ عرفني ازاي لو سمحت. المفروض الاول تعرفني البلازما دي بتتكون من ايه، مش انت بتقول لي ان 120 مللي منها بس اللي هيعدهم هنا؟ يا ترى مين في ال 120 مللي دول من مكونات البلازما اللي هينزل يورين، ومين اللي هيحصل له ري ابزوربشن تاني ويرجع تاني؟ اصل ال 120 مللي دول يا جماعه بيحصل منهم 65% بيحصل له ري ابزوربشن في البروكسيمال كونفالتد تيبيول اللي هي التيبيول الاولانيه ده، 65% من ال 120 دول يرجعوا تاني ري ابزوربشن ويوصلوا السيركيوليشن تاني، وفي اللوب اوف هيلي 15% يحصل لهم ري ابزوربشن تاني. وطول ما احنا طالعين طالعين طالعين، شايفين يا جماعه ال 120 قاعده تقل، طالعين 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 طالعين، 15% هنا يحصل لهم ري ابزوربشن تاني. تعالوا نجمع كده، 65 و15 المفروض ان هم كده كام؟ 70 80 و15 90، كده 90% حصل لهم ري ابزوربشن، وبعد كده 4% كمان هنا في الكولكتنج تيوبيول يحصل لهم ري ابزوربشن، اتبقى لي في النهايه تقريبا 1 مللي بس. يعني ايه؟ انت عايز تقول لي ان ال 120 مللي ده هم صفصفوا في الاخر خالص على 1 مللي يورين، على نقطه بول يعني؟ اه، يعني انت معنى كده ان القلب لما يدق 5 لتر في الدقيقه، ال 5 لتر دول 1 لتر منهم بس يروح الكلى، ال 1 لتر ده 400 سيلز و600 بلازما، ال 600 هينزل منهم بس 120، ال 120 دول هيكملوا في النفرونز ويخرج منهم بس 1 مللي، والكل الباقي يحصل له ري ابزوربشن؟ اه. يعني عايز تقول لي ان القلب ان القلب لما يدق 5 لتر، ال 5 لتر دول في النهايه بيطلع منهم 1 مللي يورين؟ اه بالظبط كده. يعني المفروض يا جماعه ان كليتي بتطلع في الدقيقه 1 مللي بس. يعني بالبلدي، بالبلدي خالص اهو، بالبلدي خالص، جمع الكلام يا جماعه عشان هنعوز دلوقتي حالا. بالبلدي عفوا، بالبلدي كده اهو، الكليه بتاخد 120 مللي كل دقيقه، او 120 مللي كل دقيقه تاخدهم تنظفهم وتديني 1 مللي بول في الدقيقه. طيب دي كده كل الكليه، كل الكليه اللي في جسمي بتعمل كده، يعني الكليتين بيكون نصيبهم كلهم على بعض 120 مللي، ينظفوهم ويقوم يديني 1 مللي. طب كويس قوي، طب على كده بقى يعني انت بتطلع 1 مللي كل دقيقه. طب اهو انت بتطلع كده 1 مللي كل دقيقه. طيب، طب انا عايز اعرف انت بتطلع كام بقى يورين في اليوم؟ يعني انت بتقول لي بطلع مللي في الدقيقه، طب بتطلع كام بقى بول في اليوم كله؟ المفروض ان انا يعني دي الدقيقه، المفروض ان انا عندي اليوم اهو، اليوم في 24 ساعه، الساعه فيها 60 دقيقه، 24 في 60 ب 1440. انا عندي في اليوم، عندي اليوم كله فيه 1440 دقيقه، انا بطلع من كل دقيقه بطلع 1 مللي، يبقى انا بطلع 1440 مللي بول تقريبا، يعني لتر ونص، 1500 يعني تقريبا، يعني لتر ونص.
كويس قوي. طب يعني انت المفروض تطلع لتر ونص، لتر ونص يعني انت عندك رينج تتحرك فيه. اقل بول تطلعه يكون 500 مللي نص لتر، واعلى بول تطلعه 3.5 لتر. اعلى من 3.5 انت كده اسمك بولي يوريا، يعني بتطلع يورين كتير، واقل من 500 انت كده اسمك اوليجو يوريا، يعني انت كده بتطلع يورين قليل. وما بين الاتنين دول انت كده في النورمال رينج، يعني جبت لتر ونص ماشي، جبت لترين ماشي، جبت لترين ونص ماشي، كل ده شغال. لكن اكتر من كده هيبقى بولي يوريا، واقل من 500 ده اوليجو، ده اوليجو يوريا. بس يا جماعه ال 500 ده رقم مهم قوي يا جماعه، اصل المفروض ان انت لو الشخص اللي عندي ده جاب اقل من 500، يعني المفروض ان الكلى على مدار اليوم كلها بتلم كل الويست برودكتس في الجسم على مدار اليوم، وتقعد تركز فيهم. يعني ايه تركز فيهم؟ يعني تخلي اليورين كونسنتريتد قوي. ما انتوا شايفين يا جماعه اهو الماحد ال 120 مللي الكلى ما بتسيبهمش، بترجع تقريبا منهم 119 وتاخد 1 مللي بس، يعني بتخلي اليورين فيري كونسنتريتد بالويست برودكت زي ما انتوا شايفين. فالمفروض ان الكليه عندي بتخلي اليورين فيري كونسنتريتد، تخليه متركز قوي وكويس قوي، ما تفقدش سوائل بسهوله، ما تفقدش الكترولايت بسهوله، دي الكلى. طيب ننزل تاني، المفروض ان ال 500 دول بقى، ال 500 دول المفروض ان انت ما تقلش عنهم، يعني المفروض ما حدش يطلع اقل من 500، لانه لو طلع اقل من كده معنى كده ان الكلى بتستهبل، بدات بقى تسيب بوست برودكت في الجسم، ما تخرجوش. خلاص يا جماعه، فالرقم ده مهم، رقم 500 ده المفروض ان الشخص الطبيعي ما يجيبش اقل من 500. لو جاب اقل من 500 نبدا نشك فيه بقى، ده انت كده بقيت اوليجو يوريك. اوليجو دي يعني فيو، يعني يورين قليل يعني. طيب الكلام ده مفهوم؟ نفتح كده الشات يا استاذ سلمى لو سمحتي، عشان اللي عنده اسئله لحد دلوقتي كده. ها، عشان اللي عنده اسئله، اللي عنده اسئله يكتب يا جماعه. حد عنده أسئلة لحد دلوقتي؟ الكلام ده مفهوم كويس؟ ركزوا معايا يا جماعة، لأن أنا يعني إن شاء الله أنتوا هتفهموا دلوقتي، أنا هقعد أعيد وأزيد، بس إيه، واحدة واحدة كده، إحنا بنبني. مالها البولي يوريا؟ دكتور أحمد حاضر، أعيدها لك تاني. حاضر، البولي يوريا دي معناها إن بيجيب بول أعلى من 3.5 لتر. عظيم، كويس. حد عنده أي أسئلة لحد دلوقتي؟ اللي عنده أسئلة يكتب. الفرق بين ال 15 وال 65 حاضر، هقول اللي هو الفرق هنا، تقصد يا دكتور صح؟ هنا البروكسيمال كونفالت تيبيول دي بترجع 65%، لكن دي بترجع 15% غالبا. دول هقول دلوقتي، انا هشرح بالتفصيل بقى ايه اصلا اللي بيخش من ال 120 مللي دول، ومين منهم اللي بيرجع وكده. طب ثواني بس، واحده واحده كده. الرينج بيختلف باختلاف النشاط والراحه، يعني ايوه يا دكتوره بالظبط كده. يا دكتوره ليه؟ بالظبط، الرينج ده بيختلف شويه، عشان كده ما ينفعش اقول حاجه ابسوليوت، رقم معين يا جماعه. يعني انا ما اقولش مثلا ان البلس 70، لا، البلس مثلا بتاعت القلب 60 ل 90، ما ينفعش اقول رقم. هو معنى كده انه مش بيفلتر في الدقيقه غير لتر، يعني كل 5 دقائق بيفلتر الدم كله. بالظبط، كل دقيقه بياخد لتر ينضفه، كل دقيقه بياخد لتر ينضفه. بس زي ما انت شايف يا دكتور علي، في نقطه بس، ان الواحد لتر ده مش كله بيخش، ده بيخش منه بس 120 مللي، والباقيين بيكملوا، فهياخد وقت شويه. يعني حسابات الوقت دي ما تهمنيش يا جماعه، انا عايز بقى نتكلم في الكلينيكال، انا عايز احط بيشنت دلوقتي واتكلم عليه. فانا بديكوا قاعده فيسيولوجي في الاول عشان نبقى فاهمين. فالحسابات والقوانين، حتى انا قوانين حسابات الـ كمان شويه مش هجيب سيرتها، انا يهمني تبقى فاهم اللعبه ماشيه ازاي. بس اللي عنده اسئله يكتب يا جماعه، واللي فاهم برضو يكتب، عشان نشوف الناس، لو يعني نشوف تفاعل الناس كده. طب انزل كده، هنجيب سيرتها دلوقتي يا دكتور احمد. فعلا لو شرب ميه كتير الكلى تبدا تتعامل بقى، ما هو في ميه كتير، مش وظيفه الكليه اللي تعمل ووتر بالانس، فهتجيب بول كتير. صح، مظبوط مظبوط، دي الكليه شغاله، اورجان شغال سليم زي الفل، ما فيهوش اي حاجه يشتغل. ما احنا قايلين هنا اهو في الصفحه الاولانيه بيعمل اوت اتش 2 او بالانس، بالانس للميه. هيبقى اسمه بولي يوريا، بس سببه ان هو بيشرب ميه كتير، مش سببه مرضي، لانه لما يبطل الميه الكتير هيبقى كويس. الفرق يا دكتور، يا دكتوره هاجر، الفرق هنا ان دي كده، يعني انا عايز النفرون بيتكون من كذا حته، دي بروكسيمال كونفالت تيبيول، دي لوب فيلني، ديت كده ديستال كونفالت تيبيول. انا عايز اقول كل نوع، كل قسم من اقسام النفرون بيعمل ابزوربشن لكام في الميه. حاضر يا دكتوره نادي، حاضر. لازم يعني اجيب كل قسم واقول وظيفته قد كذا. هنجيب سيره السكري الكاذب دلوقتي، اللي هو السيدو دايبيتس، هنجيب سيرتها دلوقتي. حاضر،
ها حتى عنده اي اسئله تانية عايز يسمعها عايز يقولها يا جماعه؟ صح اقدر اقول كده يا دكتور عبده، مظبوط. الشخص اللي بيشرب ميه كتير ده يا جماعه اكيد برضو عنده مشكله، يعني هو بصوا يعني مفيش واحد منه لنفسه كده بيشرب ميه كتير، اكيد في مشكله احنا بنسميها كومبالسيف ووتر انتيك، اللي هو الناس اللي عندها بتشرب ميه كتير فتجيب بول كتير. ما هو الفريكوانسي والسيري دي انا هجيبها دلوقتي، بس انا عايز بس يعني ما تسبقوش الاحداث بالله عليكم، بس الاسئله دي كلها طبعا في محلها جدا، بس ما تسبقوش الاحداث، انا كده كده الكلام ده هجيب سيره دلوقتي. حد عنده اسئله في اللي انا قلته في اللي انا شرحته في حاجه مش مفهومه؟ امشوا معايا بس كده، خدوني على قد عالي للاخر. ها نكمل نكمل، اكتبوا لي كده يا جماعه نكمل. طيب نكمل. طيب انت كنت بتقولي من شويه، تمام انت كنت بتقولي من شويه ان 1 لتر ده بيقوم داخل يتفلتر هنا كده، ينزل 120 مللي اللي هيطلع في النهايه منهم 1 مللي بس، وكل الباقي يحصل له ري ابزوربشن، هنا ري ابزوربشن ري ابزوربشن. طيب ال 120 مللي دول بقى عباره عن ايه؟ نقفل الشات بقى يا استاذه سلمى لو سمحتي. اه نقفل ايه يا استاذه سلمى لو سمحتي، سوري انا اسف سوري. ال 120 مللي دول المفروض ان هم هيخشوا يتفلتروا. طب ال 120 مللي دول ده عباره عن ايه؟ دول المفروض دم، دول جزء من البلازما، 120 مللي من البلازما. طب لو سمحت عرفني مكونات الدم عشان اعرف مين اللي هيحصل له ري ابزوربشن ومين اللي هيخرج في النهايه. طيب حاضر. البلاد كومبوننت عباره عن سيلز، السيلز ديت في منها بليتلت، في منها وايت بلاد سيل اللي هي كرات الدم البيضاء، في منها ار بي سيز كرات الدم الحمراء. الارقام الحمراء اللي انت كاتبها دي كاتبها ليه؟ هنعرف في الرسمه اللي تحتها دي هتهمنا قوي. البليتلت حجمها من 1 ل 2 مايكرو، الوايت بلاد سيل من 12 ل 14 مايكرو، الار بي سيز من 7 ل 8 مايكرو، كلها بالمايكرو يا جماعه. السيلز مش هتعدي زي ما اتفقنا، مش هتعدي اصل حجمها كبير، حجمها كبير. انت ما جبتليش سيره الحجم، اصبر عليا في الرسمه دي هتبان دلوقتي اهو. الجزء الثاني اللي هو البلازما ده بقى اللي كان 600، اللي كان بيحصل منه فلتريشن 120. البلازما فيه بروتينات اللي هي البلازما بروتين، ودي تقريبا 7% من حجم البلازما، منها الالبيومين والجلوبيولين والفايبرينوجين والبروثرومبين والترانسفيرين. مين الترانسفيرين ده؟ الترانسفيرين ده يا جماعه اللي هو الناقل بتاع الحديد في الجسم، ترانسفيرين ناقل الحديد في الجسم. طيب والتي 3 والتي 4 اللي هم هرمونات الغده الدرقيه، دول برضه نوت فلتريت لان برضه السايز بتاعهم كبير، برضه السايز بتقولها لي تاني هنفهم تحت. الميه اللي هي بتمثل 92% من حجم البلازما، دي الميه، الميه بتعدي، الميه بتفلتريت، الميه بتعدي من الجلوميرلس وتنزل هنا اهو. طيب السوليوتس اللي هي الايونز، الصوديوم والبوتاسيوم والكلورايد والبيكربونات والكلورايد، كلهم بيفلتريت برضو بيقدروا يعدوا، حجمهم صغير. هقول معلومه لذيذه قوي دلوقتي ركزوا كده. النيوتريانت برضو اللي هي الفيتامينز برضو بتقدر تفلتريت وتعدي. الويست برودكت زي اليوريا والكرياتينين اللي اتفقنا عليهم في الاول بيفلتريت وبيعدوا، ودول اصلا هم دول الغرض بتاعهم ان هم يخرجوا. كل الباقي ده اهو المفروض انه يحصل له ري ابزوربشن، لكن الويست برودكت اللي هم اليوريا والكرياتينين دول اللي انا عايز اخلص منهم، وعايز اخلص من واحد كمان فوق ده اهو البوتاسيوم الكي، عايز اخلص منه هو كمان. يبقى لحد دلوقتي انا عايز اخلص من اليوريا والكرياتينين اللي موجودين في البلازما، وعايز اخلص من الاكسس بوتاسيوم لو عندي اكسس بوتاسيوم او حاجه، عايز اخلص برضو من شويه ميسيلينيا سابستانس زي التوكسين وزي الفري دراجز. طيب انت بتقول لي هنا ان دول كلهم المفروض ان هم هيقدروا يعدوا هنا كده، يعني ال 120 مللي اللي نزلوا دهوله فيهم ايونز وفيهم نيوتريانت وفيهم وست برودكت وفيهم دراجز وتوكسين وهكذا وحاجات من دي، انما ده كله مش هيعدي. طب ايه اللي هيمنع ده انه مش هيعدي؟ انزل على الرسمه تحت عشان افهم، انزل على الرسمه تحت عشان افهم. نكبر كده الرسمه شويه عشان نفهم الرسمه الجميله قوي ديت اللي هي عباره عن الجلوميلر استراكشر، استراكشر بقى بتفصيل اكتر يا جماعه، اللي احنا هنا في الجلوميلر راي هنا انا ما قلتش تفاصيل كتير، لكن انا هبدا نخش بقى في التركيب الداخلي للحته ديت عشان اعرف ازاي اصلا بيحصل فلتريشن. طب انت بتقولي الكلام ده كله ليه؟ اصل الامراض كلها بتحصل في الحته ديت يا جماعه. لو انا مش فاهم الفسيولوجي لما اجي اتكلم كمان ان شاء الله سواء اخر المحاضره دي او المحاضره الجايه، لما اجي اتكلم باصو فيسيولوجي مش هتفهموني، لازم اعرفك التركيبه الشغلانه من جوه عامله ازاي الاول. طب كويس خليك معايا. الحته ديت قلنا اهو افرنت ارتريول اللي كان 1 لتر، اتفقنا 1 لتر كل دقيقه، منهم 400 ومنهم 600، 400 دول سيلز هيعدوا الناحيه الثانيه زي ما هم، اللي هم مين السيلز دول؟ اللي هم البليتلت والوايت بلاد سيل والار بي سيز، اتفقنا مش هيتفلترهم. ليه مش هيتفلترهم؟ وال 600 دول 120 منهم بس اللي هيعدوا.
طب فهمني لو سمحت، ليه السيلز دي مش هتتفلتر؟ الفكره يا جماعه ان البلاد فيزلز ده زي ما احنا شايفين، ودي الميزنجيوم اللي هي سيلز جنب جنب الجلوميل الراي، مش هتهمنا قوي. المهم اللي يهمنا ده بيتكون من هنا من نوع من السيلز زي ما انا راسمها كده. سيلز اهي جواها النقطه السمراء اللي هي النواه. تعال نكبر شويه كده عشان يعني الناس تبقى الرسمه واضحه لها اكتر. نكبر اكتر كمان اهو. دي سيلز اهي. السيلز ديت سيلز في كابيلاري، فبسميها يا جماعه سيلز في كابيلاري. ماشي، هسميها ايه السيلز دي؟ بسميها فينستريتد كابيلاري سيل. ايه فينستريتد دي؟ كلمه فينستريتد يا جماعه معناها ان السيل مش لازقه في السيل اللي جنبها. يعني هنا في الفرق ما بينهم في نقطه بورز كده، في اخرام، والسيلز نفسها هي نفسها اصلا فيها مخرمه. يعني ده كده خرم بور وده كده خرم، اهو شايفين يا جماعه الدم بيقوم داخل منه ويوصل لل 120. برضه هنا السيلز فيها خرام، برضه فيها خروم ما هي بيعدي منها. فال 600 اللي جايين دول من البلازما، ال 600 اللي جايين دول من البلازما 120 بس اللي هيعدوا عن طريق الاخرام دي. طب انت بتقول لي ان الار بي سيز والوايت بلاس سيل اللي فوق دول مش هيعدوا، مش هيعدوا ليه؟ اصل الاخرام ده اهي وسعها من 70 ل 100 نانو، من 70 ل 100 نانو متر. امال السيلز اللي كانت فوق دي كانت كام؟ عشان بس نفتكرها كده، السيلز اللي كانت فوق ديت كانت كلها بالمايكرون زي ما انتم شايفين اهو. فالسيلز ديت حجمها كبير، السيلز دي كلها حجمها كبير على الاخرام دي، مش هتقدر تعدي منها. خلاص احنا كده خلصنا من دي، السيلز هتعدي توصل الناحيه تانية ومش هتقدر تعدي من الاخرام دي. طب تخيل معايا لو الاخرام دي وسعت، مرض من الامراض برضو اللي هنعرفه جلوميرولو نيفرايتس، اللي هي اللي تبدا المكان ده يلتهب، يبدا البلاد سيلز تعدي. وعشان كده احنا ممكن يقابلنا نوع من انواع فشل الكلى او نوع من انواع التهابات الكلى، نلاقي المريض بيجيب دم في البول، هيماتويوريا، دم في البول، الاخرام دي وسعت. يا جماعه مشكله، مشكله من المشاكل هتقابلنا ان شاء الله واحنا بنشرح في الباثوفيسيولوجي. المهم الاخرام ده هي، عشان بس ما نطولش عليكم، الاخرام ديت حجم وسعها او وسع البول بتاعتها من 70 ل 100، المفروض انها ما تعديش سيلز ال 400 وصلوا الناحيه الثانيه اهو. وال 600 دول 120 بس اللي هيعدوا. ال 120 اللي هم مين؟ ال 120 مللي دول اللي هم عباره عن الايونز اللي اتفقنا عليهم فوق، الايونز اللي كنا اتفقنا عليهم فوق هنا، الايونز والدراجز هتعدي والتوكسين والويست برودكت اللي انا عايز اخرجهم اصلا في الاساس والميه. تمام كده؟ المفروض بقى يا جماعه بصوا كده، المفروض ان الايونز دي كلها يحصل لها ري ابزوربشن، ترجع تاني. ثواني. المفروض ان الايونز كلها يحصل لها ري ابزوربشن ما عدا البوتاسيوم والهيدروجين يخرجوا. الدراجز كلها يحصل لها خروج ما يحصلهاش ري ابزوربشن، التوكسين كلها يحصل لها خروج، الويست برودكت كلها تخرج، الميه يحصل لها ري ابزوربشن وترجع تاني. يبقى المفروض ان الايونز كلها تنزل، كل الايونز يحصل لها ري ابزوربشن ما عدا الهيدروجين والبوتاسيوم. الدراجز كلها تنزل وتخرج ما يحصلهاش ري ابزوربشن، الوست برودكت كلها تنزل وتخرج ما يحصلهاش ري ابزوربشن، الميه كلها يحصل لها ري ابزوربشن. خلاص يا جماعه، يبقى المفروض ال 120 مللي دول المفروض هم اللي بيخشهم، بس هم اللي بيخشهم، و 99% بيحصل لهم ري ابزوربشن، والوست برودكت هم اللي بيخرجهم بس. طب معلومه بقى اللي انا كنت عايز اقول عليها، ان بصوا يا جماعه شايفين الالبيومين ده اللي فوق ده، الالبيومين ده احد البلازما بروتين، الالبيومين ده حجمه صغير قوي، حجمه صغير قوي لدرجه ان هو ممكن يعدي من الاخرام دي، من البورز دي. الله، امال ما بيعديش ليه؟ ده انت المفروض ان انت قلت لي ما فيش بروتينات هنا، انت قايل لي ايونز ودراج وست برودكت، المفروض ان الالبيومين يا جماعه حجمه الصغير يسمح بانه يعدي من البورز دي. يعني المفروض يبقى انا عندي بروتين يوريا او بروتين يوريا، يعني المفروض يكون عندي زلال في البول، لكن ده مش موجود يا جماعه. عارفين ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى برضو زي ما خلق البورز ديت، خلق على السطح بتاعها عفوا، خلق على السطح بتاعها نيجاتيف تشارج، نيجاتيف تشارج دي ونيجاتيف تشارج تحت هنا. الالبيومين ده ما يقدرش يعدي منها لان هو كمان شايل شحنه نيجاتيف، لما يجي عايز يفكر ويتجنن وعايز ينزل هنا كده تقوم النيجاتيف تشارج دي طرداه على طول. فالنيجاتيف تشارج دي تمنع نزول الالبيومين هنا، فالالبيومين ما ينزلش. الالبيومين حجمه يسمح لكن الشحنه ما تسمحش. على كده بقى احنا لازم نخرج بقاعده من الحته دي، ان عشان اي ماده تعدي من الدم هنا وتوصل هنا كده للجلوميل راي، لازم يكون اولا السايز بتاعها يسمح، لازم تكون السايز بتاعها اقل من 70 في الرينج ده، من 70 ل 100 او اقل يكون كويس، ولازم شحنتها كمان تسمح، لازم كمان الشحنه بتاعتها تسمح. يعني لو هي مثلا الماده اللي جايه دي السايز بتاعها كويس والتشارج بتاعتها بوزيتيف، يا سلام تنزل زي الفل 100 100. لو التشارج بتاعتها نيجاتيف ما تخرجش من هنا، يحصل لها ريبالشن. خلاص،
ولازم كمان يتوفر جلوميرال بريشر، يعني يكون في بريشر هنا زي ما اتفقنا، اللي هي القوه المحركه، القوه المحركه اللي هتزق الدم هنا. طب كويس قوي، لحد دلوقتي احنا عرفنا ان في لتر دم هيروح 400 سيلز هيوصلوا الناحيه الثانيه ومش هيحصل لهم حاجه، و600 المفروض هيحصل هيخش منهم 120، وال 480 الباقيين هيكملوا. ال 120 دول يتفلتروا يطلعوا لي 1 مللي يورين، والباقي ال 120 كلهم اللي هو ال 109 و119 يحصل لهم ري ابزوربشن تاني. دي كده الاستراتيجيه الثانيه. لحد دلوقتي في حد مش فاهم حاجه؟ نفتح كده الشات يا استاذ سلمى لو سمحتي. لحد كده في حد مش فاهم حاجة قبل ما نخش في السلايد اللي بعدها؟ أسمع أسئلة يا جماعة، اللي عنده سؤال يكتب لي. ها، اللي عنده سؤال يكتب. طب اللي فاهم يكتب تمام، أي يعني اكتبوا أي حاجة كده، مش واصل لي، مش واصل لي حاجة. الشات مفتوح يا أستاذة سلمى؟ الشات مفتوح. ألو، تمام، الناس بتكتب. تمام، فاهمين يا جماعة كويس لحد دلوقتي؟ يعني المية كلها بتنزل يا دكتور، يا دكتور اللي فات، المية كلها بتنزل. طيب هرد على أسئلة واحدة واحدة يا جماعة. طب ثواني، المية كلها بتنزل زي ما اتفقنا، وبيحصل ري ابزوربشن ل 99% منها، وبيتبقى منها 1 مللي بس شايل الوست برودكت في النهاية. حاضر، هلخصها دلوقتي في الآخر، اطلع بس عشان اشوف الأسئلة. لا، المية زي ما اتفقنا يا دكتور احمد بتنزل ازاي؟ الألبيومين بقى، ايه اللي هيحصل لو الالبيومين عدى؟ يا نهار اسود، الالبيومين يا دكتور البلازما بروتين، دكتور احمد ندى، البلازما بروتين هتقع في الدم، ده بلوه. ده الالبيومين ده مهم جدا وله فانكشن كتير في الفسيولوجي، بس يعني مش موضوعنا، لكن الالبيومين يقع. دكتور هاجر، ارد بس على الاسئله. دكتور هاجر، لازم يكون في بريشر هنا زي ما اتفقنا، اتفقنا ان ده ارتري وده ارتري، فلازم يكون يعني ربنا سبحانه وتعالى لما خلق هنا ارتري وخلق هنا ارتري عشان يوفر هنا بريشر قوي، يقدر يكون قوه محركه للدم انه يعدي هنا كده. الشحنه عشان اي ماده تعدي لازم تكون شحنتها موجبه، يفضل ان تكون شحنتها موجبه. دكتور علياء، ايه اللي يخلي اللايننج اوف الكدني لوزن اتس نيجاتيف تشارج؟ يعني ايه اللي ممكن يخلي النيجاتيف تشارج دي تبوظ؟ يعني تقصدي النيجاتيف تشارج دي فعلا في مرض اسمه مينيمال ليجن جلوميرول باسي، هناخده ان شاء الله. احنا بنتكلم النيجاتيف تشارج دي بتقع من عليه، بتروح من عليه، بتطلع سايتوكاين وشويه كده هرمونات موضعيه تعادل النيجاتيف تشارج دي فتبوظها، فالالبيومين يقع. ها، اللي عنده اسئله يا جماعه. احنا كنا بنتكلم هنا ايه هو مكونات الدم عشان اعرف لما يخش الدم من هنا مين اللي هيتفلتر ومين منه اللي هيعدي. يلا عشان نخش على السلايد الثالثه او الرابعة. محدش عنده اسئلة يا جماعة؟ اللي لحد دلوقتي فاهم تمام اكتب واحد، اللي فاهم لحد دلوقتي وتمام اكتب واحد عشان نكمل. الشات اللي عندي اللي واقع. طيب ثواني، شكرا يا دكتور احمد، ربنا يكرمك. التلخيص يا دوك. حاضر حاضر حاضر، مفيش اسئله تانية يعني كده؟ طيب ثواني ارد واحده واحده كده. الشرح هندخل فيه ثيرابيوتيك يا دكتوره امنيه، بس ثواني بس، احنا بناخد قاعده الاول. ما بتعدي الدراج باوند البلازما بروتين مش هتعدي، مش هتعدي برضو. احنا لسه ما خدناش، لسه ما خدناش حاجه، احنا لسه بنحط قاعده فيسيولوجي في الاول. الاسئله بس، ثواني ثواني. التلخيص للكلام ده كله يا جماعه، التلخيص للكلام ده كله ان واحد لتر
هيخش من هنا كده 400 يعدوا السيلز، مش هيحصل لهم فلتريشن، وال 400 وال 600 التانيين دول 120 منهم بس هيعدي، وال 480 هيكملوا. ال 120 دول عشان يعدوا بيعدي منهم ايونز وبيعدي دراجز وبيعدي توكسن ووست برودكت وميه، عشان اي ماده تعدي لازم يكون السايز بتاعها يقدر يعدي من البورز دي اللي اتفقنا عليه اللي هي حجمها من 70 ل 100، ولازم كمان يكون عنده تشارج تسمح، يعني دي نيجاتيف تشارج، ما تكونش الماده اللي هتعدي هي كمان نيجاتيف تشارج خلاص. ولازم يكون هنا في بريشر محترم، بريشر كويس. طب كده الصوت رجع، الصوت رجع، الصوت رجع يا جماعه. طيب تمام عظيم. البريشر ده سواء، حاضر ارد على البريشر. البريشر ده اتفقنا ان هنا في افرنت ارتريول وهنا في افرنت ارتريول، ما دام ده ارتري وده ارتري، يعني اي ارتري ربنا سبحانه وتعالى لما جه يخلق الجلوميرولايت ديت خلقها بين اتنين ارتري. اشمعنى؟ لان دايما الارتري بيكون فازو كونستريكت، يعني بيكون مايل انه يبقى ضيق، فلما يكون هنا في ضيق وهنا في ضيق ده يساعد شويه في البريشر اللي جوه هنا. بصوا يا جماعه انا عايز اقول لكم نقطه، ان في الفسيولوجي في اصلا تفسيرات كتيره جدا او تفسيرات اكتر في الفسيولوجي للبريشر اللي هنا ده اصلا بينتج ازاي، بس انا مش عايز اوسع عليكم. الفكره ان اي بروتين لما بيخش من هنا، يعني المفروض ان الدم جاي 400 سيلز والباقيين بلازما بروتين زي ما اتفقنا 600، هنا اصلا في نوع من البروتينات اللي قاعده وراكده بسميها الجلوميلر بروتين ديت، عامله جايبه ميه حواليها وعامله ضغط في المكان، عامله بريشر في المكان. الضغط اللي موجود هنا ده 50 50، الضغط ده قيمته 50، لكن الضغط اللي موجود هنا 40، فيكون في فرق الضغط ما بين الناحيتين ده الاقوى، فيكون القوه المحركه كده. ده بس يعني تفسيرات في الفسيولوجيا انا مش عايز ادخلكم فيها. ده طيب الدكتوره اتش ما المفروض، او دكتور اتش ما المفروض ان ده البرانش من ارتري فبالتالي هياخد جزء من ضغط الدم، ده في ضغط وده في ضغط عالي، فالكون القوه المحركه هنا قويه. بصوا يا جماعه وكان ده كده، يعني كان ده هو ضيق، او ده يعني الماسوره ضيقه هنا شويه والماسوره هنا ضيقه شويه، فالدم لما يعدي منها جاي يتحرك من هنا وهو طالع مش قادر، ففي هنا بروجر قوي، قوه محركه انها تزق لتحت، فال 120 يقوموا نازلين. ال 120 دول بقى نبتدي بقى شرح تاني. يلا مفيش حد عنده اسئله؟ ها مفيش حد عنده اسئله؟ عشان نقفل الشات. حاضر حاضر خلاص نكمل. يلا نقفل الشات كده، نقفل الشات كده يا استاذه سلمى لو سمحتي. طيب انا بحاول يا جماعه اجيب لكم المنهج بصوره ببساطه جدا تقدر اي حد يفهمها. اسلوب الرسومات ده الاسلوب اللي انا بحبه، ما بحبش اللت والعجن الكتير في الكلام، يعني اتكلم نتكلم افضل على اللي بيحصل على الواقع. ال 120 بقى دول ايه يا جماعه؟ احنا قايلين دي اسمها الجلوميلاراي، بيحصل منها فلتريشن كل دقيقه 120 مللي ينزلوا، كل دقيقة 120 مللي ينزلوا، فلا يكون عندي حق لما اسمي ال 120 دول الجلوميلر فلتريشن ريت. يعني ايه؟ يعني معدل كل دقيقة ينزل 120 مللي، ده اللي بسميه الجي اف ار، جي اف ار جلوميلر فلتريشن ريت. انا وانتم كل دقيقة 120 مللي في جسمنا بينزلوا النفرونز، ده النفرونز ده يتنضفهم 119 منهم يرجعوا و1 مللي ينزل بالوسط برودكت، ده الطبيعي بتاعنا. طب تخيل يا جماعه لو لو الجلوميرولات دي بقى اتدلعت، بدل ما بقت بتنزل 120 كل دقيقه، دي النسبه النورمال بتاعتنا الطبيعيه، بقت بتنزل 90، بقت بتنزل 60، بقت بتنزل 30، مش كده يا جماعه؟ الكميه اللي المفروض تتفلتر في الدقيقه قلت، مش ده هيدل اكيد ان لازم اكيد الكميه دي ما دام قلت يبقى في وسط برودكت او فضلات هتتراكم في الدم. من هنا بقول ان الكليه بدات تفشل في اداء وظيفتها، وظيفتها انها تنظف 120 مللي كل دقيقه. لا ما عادتش بتنظف 120 مللي كل دقيقه، بقت بتنظف 90 كل دقيقه، بقت بتنظف 60 كل دقيقه، بقت بتنظف 30 كل دقيقه، ما عادتش بتقوم بوظيفتها على اكمل وجه. فعشان كده نبدا نقول ان الكلى فشلت، وهو ده اللي اسمه الرينال فيلير. والرينال فيلير بقى احنا هنبدا نقسمه لمراحل. الرينال فيلير هنبدا نقسمه لمراحل زي ما هنشوف في الرسمه الاخيره دي، لكن خليكم معايا. هو يعني الرينال فيلير قلنا هنبدا نقسمه لمراحل ده، بس هنخلي دي في السلايد الاخيره. خلينا بس ناخد الجزء الاولاني ده الاول كده قبل ما نخش بقى في اخر سلايد معانا.
جسمي اصلا كله عباره عن كذا اورجانز، انا ايه اللي يخليني اساسا ابدا افكر في المريض اللي قدامي ده على انه عنده مشكله كليه او مشكله نفرو او مشكله رينال؟ انا جسمي فيه كذا اورجان، فيه كذا اورجان، ايه اللي يخليني اروح للناحيه دي، لناحيه النفرو دي، لما يكون مثلا جاي لي بيشنت بيشتكي انه عنده بوليوريا، بول كتير، ابدا افكر بول كتير، اروح للكلى نفرولوجي، وابدا منها بقى، ده ممكن يكون مريض دايابيتس. اسالك يا عم الحاجه، وانت بتاخد دواء سكر؟ لو ما بتاخدش، وانت بتخش الحمام كتير، طب اعمل لك تحليل سكر بقى وابدا اشوفه. الراجل ده ممكن يكون عنده دايابيتس انسيبيدس. دي الدايابيتس انسيبيدس دي احد اشكال السكر اللي بيكون فيها نقص للانتي دايوريتيك هرمون، يعني مش موضوعنا قوي، بس البوليوريا دي بتكون شائعه في مريض الدايابيتس ميتس اللي هو مريض السكر، خصوصا بالليل. او يكون الراجل ده ماشي على ديوريتيك سيرب. يعني لو واحد جاي بيقول لي انا يا دكتور بخش الحمام كتير، اخد الهيستوري بتاعه يا جماعه بقى واتصرف صح عشان اقدر اعرف احكم عليه ان كان فعلا عنده مشكله في الكليه، ولا هل هو اصلا كان مريض سكر ومش عارف، ولا مريض سكر ومش منتظم في الدواء بتاعه، وهكذا. فدي كل دي كده علامات بتخليني اروح للنفرو. يعني مثلا واحد ما بيجيبش بول، البول بتاعه قليل، دي بقى موضوعنا اللي هنتكلم فيه ان شاء الله. بول قليل، ما دام بول قليل يبقى ال 120 دول ما عادوش بينزلوا، ما ال 120 كانوا بيطلعوا 1 مللي، ال1 مللي ده تخيل لما ده يبقى 90، هيبقى ربع مللي مثلا اللي هيطلع، ولا نص مللي، كلام فاضي بقى. فعشان كده يبقى يبدا يخش في بول قليل، ده بقى موضوعنا اللي هنتكلم عليه اللي هو الفشل الكلوي. لما واحد يجي لي يكون عنده ديسيوريا اللي هي حرقان في البول، ساعات الناس الكبيره تقول لك ده البول سخن يا دكتور، البول سخن، هو نفس المصطلح، حرقان في البول، وده غالبا بيكون عنده انفكشن. كل دي حاجات برضو تخليني اروح لناحيه الرينال، ما اروحش بقى للجي اي تي، ما اروحش للرسبي. واحد بيقول لي عندي حرقان في البول، اقول له عندك مشكله في الهضم او عندك حموضه مثلا، لا، يبقى اروح للنفرو. كل ديت يا جماعه بسميها السيمبتومز اوف الرينال سيمبتومز، ايه هي الاعراض اللي تخليني اروح ناحيه النفرو. الارجنسي، الارجنسي ده يا جماعه اللي هي ايه، اللي هي بلاقي المريض يقول لي ما اناش بقدر امسك نفسي، اول ما عاوز اخش الحمام لازم اخش حالا اهو حالا، بسميها sudden desire to bath urine، sudden desire، الرغبه المفاجاه ان انا لازم اخش الحمام حالا. ديت لو هي غالبا بتكون جايه لي فيميل وبتشتكي من الارجنسي ده، وغالبا فيميل يعني شابه وكده، بيكون عندها مشكله جاينا، مشكله في الهرمونات بقى، ان شاء الله لو ربنا ادانا عمر نبقى نوضحها في جزء الجاينا او الومن والمين هيلث. ممكن يكون نتيجه ستريس، واحد مثلا عنده امتحان ولا حاجه وخايف وقلقان، اول ما يجي له بول على طول ما يقدرش يمسك نفسه، لدرجه ان هو ممكن يعملها على نفسه، الله يخرب بيت الامتحانات وسنينها، هتجيب لي العيال المرض. النيروجينيك بلادر، ممكن تكون البلادر فيها مشكله نيورونال، ازاي بس فهمني لو سمحت كده. البلادر ديت يا جماعه المفروض انها وصل لها نيرفات، الناس اللي دارسه فارما والكلام ده احنا بنشرحه طبعا في كورسات الفارما، كورس الفارما اللي عاملينه اونلاين برضو، ان البلادر عليها ريسبتور بيتا 2 على الوول بتاعها. يعني لو انا جبت قلم كده ورسمت البلادر هنا اهو، ادي البلادر كده اهي اهي، ونازل منها اليوريثرا، الوول بتاعها ده اهو، ده الوول بتاعها اسمه الديتروزا المصري، بيكون عليه ريسبتور بيتا 2. فلو الريسبتور ده عشان يشتغل لازم يكون واصل له نيرف يشغله، لو النيرف ده مش واصل فدي هتشتغل ازاي، هتحس ازاي، فمش هتشتغل. يبقى ممكن يكون هو عنده البلادر دي مليانه من جوه بول، لكن هو مش داري، بسميها النيروجينيك بلادر، لحد ما تتملى اتملى بقى وهتفرقع، فيلاقي نفسه بيحس ان في ميه بتنزل منه، دي اسمها نيروجينيك بلادر. طب كويس قوي المعلومه دي، معلومه مهمه قوي بقى. واحد يقول لي انا عندي هوا في البول، حد سامح المصطلح ده قبل كده يا جماعه؟ هوا في البول اسمها نيماتويوريا، اول ما تسمع الكلمه دي من اي بيشنت في مستشفى فورا، لان الراجل ده عنده كولون كانسر. تمام يا جماعه، اول ما تسمع مصطلح ان في هوا في البول نيماتويوريا، ده على طول الراجل ده عنده احتمال بنسبه 99% ان عنده كولون كانسر. طب ايه اللي جاب الكولون للكليه؟ ايه اللي جاب ده يعني؟ المفروض يا جماعه ان اليورينري بلادر دي كده فيها فوق، في فوقها يوريتر، المفروض ان كل ده كده قريب من القولون، يعني كلهم داخل سيستم معين في الجي اي تي لما تتخيله في دماغك. القولون لما بيحصل فيه كانسر بيفضل يتمدد يتمدد، يكبر في الحجم ويقوم فاتح ما بينه وما بين اليوريتر فتحه اسمها فيستيوله او فتاق بالعربي كده. الفيستوله دي تبدا تسرب هواء لمجرى البول، فيقول لك ده انا عندي يا دكتور البول بيعمل رغاوي، يجي المريض يقول لك كده بالظبط، البول فيه رغاوي، او فيه قصدي فقاقيع هواء، بلاش رغاوي دي، في فقاقيع هواء، دي اسمها نيماتويوريا. الراجل ده عنده احتمال بنسبه 99% ان يروح انه عنده سرطان في القولون. طبعا بقى بيروح المستشفى ويعمل اشعته وحاجته يطمن على نفسه. النقطه الثانيه، انا ممكن برضو عرض تاني نوكتيوريا، واحد بيخش الحمام بالليل، شائعه قوي دي في مرضى السكر كلنا عارفينها،
مش بس كده، ده ممكن يبقى شائعه برضو في الهارت فيلير، وده برضو بنشرحها في الكارديو فاسكولار. الهارت فيلير القلب نفسه لما يحصل فيه مشكله يدخل، طبعا المشكله ديت ان بتبدا بقى المسلز بتاعته تكبر وكده، وقصه في الهارت فيلير. المهم اللي عنده هارت فيلير بيخش الحمام بالليل كتير، الناس اللي عندها تضخم في البروستاتا بيكون عندها برضو نكتيوريا تلاقيه يخش الحمام بالليل. طب لو سمحت فهمني البروستاتا دي على جنب كده بسرعه. حاضر. لو ديت اليورينري بلادر اهي ارسمها بره هنا، ادي اليورينري بلادر، المفروض ده اليوريتر اهو نازل على اليورينري بلادر كده اهو، وبعد كده بيبدا يدي لليوريثرا بقى، المفروض طبعا ده مقفول هنا بمحبس كده. المجرى المثانه يا جماعه، المثانه لما تيجي تسلم للحالب، ثواني يا جماعه، انا اسف يا جماعه معلش، عندي برد قوي جدا بس ان شاء الله ربنا يقويني. المهم اليوريثرا ديت حواليها من هنا كده، دي البروستاتا، دي البروستاتا. طب ايه اللي يخلي مريض البروستاتا يخش الحمام بالليل؟ نكتيوريا. الناس الكبار اللي هم سنهم بيكون معدي 45 سنه او كده، عندهم البروستاتا ديت بتكبر تتضخم في الحجم، فلما تضخم تبدا تضغط على المكان ده كده، او تضغط من الجناب من هنا كده وتضغط من هنا كده، تضغط على الجوانب دي. لما تضغط على الجوانب دي من هنا ومن هنا، البول وهو نازل ما يعرفش ينزل. طبعا ضغطانه ده بيدي احساس للمريض قوم يعمل يورينيشن، قوم يعمل يورينيشن. ما هو فكره اليورينيشن يا جماعه ان البول ينزل يضغط على المحبس ده فيبلغ اشاره للسي ان اس، يلا انا عايز افضي اليورين برادر، عايز تفضي دلوقتي. فالبروستاتا لما بتتضخم بتقوم بنفس الوظيفه، تبدا تضغط تضغط تضغط، فبتدي له احاسيس للبرين قوم عشان انا عايز اعمل يورينيشن، يقوم يخش الحمام ما يجيبش حاجه، يجيب نقطتين، يجيب 3 نقط. فطبعا الناس اللي بيخش الحمام بالليل مش دايما مرضى سكر يا جماعه، ممكن يكون هارت فيلر، ممكن يكون بروستاتا، نشوف بقى الهيستوري بتاعه ونشوفه. الانكونتيننس، ايه الانكونتيننس؟ الانكونتيننس دي يا جماعه فكره الانكونتيننس برضو نفس فكره الارجنسي، انا عايز اخش الحمام حالا، تمام كده. اليوروجينيتال بين، كل دي حاجات تخليني اروح ناحيه النفرولوجي، ما اروحش جي اي تي، ما اروحش ريسبيراتوري. اليوروجينيتال بين يعني الم في منطقه اليورينري، الم في الجناب مثلا، الم مش عارف في منطقه اللي تحت السره، كل دي تخليني اروح ناحيه النفرولوجي. عايز بس اقول معلومه، مش دايما الالم اللي بيجي في الجناب دايما يكون كريزه كلى او اللي اسمها يوريتر كوليك، اللي هو الم الجناب ده اللي بيسموه حصوه الكلى او الم الكلى اللي بيكون فظيع قوي ده يا جماعه. الالم ده ممكن يكون ماسل كرامب، ممكن تكون الماسل اللي على الجنب اللي هي مكان الكلى دي حصل فيها كرامب بس، وتلاقيه لما ياخد ماسل ريلاكسنت يبقى كويس. الالم الكلى بقول عليه اليوريتر كوليك، مش اسمه الرينال كوليك، ده غلط. الرينال كوليك ده اللي هو وجع الجناب العادي، ممكن واحد يكون عنده جنبه بيوجعه وشغال عادي مفيش مشكله. لكن ايه هو اليوريتال كوليك ده بقى؟ وجع الحقيقي اللي تلاقي مريض الكلى بيعض في الارض من الالم. طب اعرف ده من ده ازاي؟ بس كده معلومه على الجنب كده. الرينال كوليك دي يا جماعه واليوريتال كوليك الاثنين بيكون في حصوه، بس الفكره ان الرينال كوليك الحصوه بتكون لسه في البلفيك سيستم فوق. ايوه فين يعني؟ المفروض لو سمحت وريني كده لما اروح للرسمه الاولانيه ده اهي، هوريكم ان الحصوه بتكون لسه هنا كده في البلفيك. اجيب السهم، الحصوه بتكون لسه هنا كده، اول ما الحصوه تبدا تنزل اليوريتر اللي هو الحالب يبدا يحصل الالم الفظيع ده. هنا الم عادي، لكن الالم اول ما ينزل في اليوريتر تبدا يحصل الالم الفظيع جدا جدا جدا، المريض ما بيستحملش يا جماعه، لازم ياخد على طول انالجيسكس، تمام. فده اسمه اليوريتر كوليك، لكن هنا اسمه الرينال كوليك. طيب كويس، نكمل نكمل. ده كده اليوروجينيتال بين، ده يخليني برضه اروح نفرولوجي. لو عندي دم في البول زي ما اتفقنا، الدم اللي في البول لو هو مؤلم، يعني بيقول لك المريض بجيب دم، بجيب يا دكتور البول وبيكون في دم وسخن نار، ببقى مولع يا دكتور من الالم، شطه بيقولوا كده، دي ستون، دي حصوه. لكن لو كان مفيش الم، دي الجلوميرولايتس اللي هي التهابات الجلوميرولاي بقى اللي لسه اتفقنا عليه، اللي كنت لسه بقولها لكم هنا. هي فين الرسمه؟ كنت بقول لكم ان الجلوميرولات ده اهي لما تلتهب هتبدا تعدي بقى، تلتهب الاخرام دي هتوسع، فالاخرام لما توسع المفروض السيلز ما كانتش بتعدي، 400 دول ما كانش عدوا، لا هتبدا تعدي بقى، فشوف ار بي سيز في اليورين فسميها هيماتو يوريا. اهو نرجع كده لموضوعنا تاني. يبقى لما اقول عندي دم في البول، لازم قبل ما اقول دم يعني تلاقي الدكتور الشاطر يتلاقي يقول لك ايه، بينفول هيماتو يوريا، بينلس هيماتو يوريا، ما يقولش هيماتو يوريا ويسكت كده يا جماعه، خليك شاطر بقى. بينفول هيماتو يوريا يعني هيمات، يعني بيجيب دم في البول وزي الشطه، دي ستون.
لكن لو بينلس مش حاسس باي الم وفي دم بينزل في البول على طول، ديت جلوميرولايتس او التهابات في الجلوميرولاي. طبعا يا جماعه شوفوا، مع ان دي مؤلمه لكن مش خطيره تتعالج، لكن ده ايه مش حاسس باي حاجه، عايش حياته عادي خالص. فعشان كده دي الاخطر اللي هي البينلس هيماتيوريا. كل دي حاجات تخلينا نروح ناحيه النفرولوجي، تمام؟ اخطرهم واخطر مشكله اللي هي الاليجونيليا والانيوريا دي. اليجو يعني بول قليل، اقل من 400 اهو، اقل من 400. احنا اتفقنا ان اقل يورين يكون كام؟ يكون 500. هنا بيجيب بول قليل اهو في الانيوريا. انيوريا ديت معناها انه بيجيب بول تقريبا مش موجود، تقريبا مفيش يورين، او اليورين قليل جدا 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 جدا. 100 مللي، 100 مللي ده ما يكملش يعني يا جماعه الزلم الصغير ده اللي هو يعني ال 10 لتر تقريبا، يعني 100 مللي ده حاجه صغيره قوي، تقريبا ما بيجيبش. عشان كده لما الاقي مريض عنده جاي لي بيشتكي ان هو ما بيخشش الحمام كتير، ما بيجيبش بول كتير، على طول ده انديكيت ان الجي اف ار بتاعه اقل من 120، ومعنى كده ان عنده هاي ووست برودكت ريتنشن، الوست برودكت اترسبت في جسمه، وبدا يحصل الكترولايت ديستربنس، بدا بقى الدنيا تتلخبط. خلاص يا جماعه، يبقى دي كل ديت عوامل وحاجات تخلينا نروح للنفرولوجي. اخطر حاجه فيهم يعني كل دي بقى ده يتعالج. دايابيتس عالجها، يعني قشطه، تديله امريل انسولين ظبطه هيبقى كويس. انفكشن زي السيستايتس مثلا ولا حاجه، اديله انتيبيوتكس هيبقى كويس. في مشكله نيورونال، حوله يا عم على مخه واعصابه وهيتحسن وهيبقى كويس. لكن ان البول ما عادش بينزل، يعني انت بقى عندك يوريا وكرياتينين في جسمك قد كده، مشكله وبلوه كبيره جدا. المفروض الحاجات دي تنزل. عنده يوري جينيتال بين، عالجه. عنده دم في البول، لو كانت جلومرايتس مشكله، يبقى اخطر مشكله من مشاكل النيفرولوجيا يا جماعه، وده اللي احنا هنهتم بيه بقى. الانيوريا والاليجويوريا دول حاجات خطيره جدا ولازم نهتم بيها. اما واحد يجي يقول لي انا فجاه ما بخشش الحمام يا دكتور، ما بخشش الحمام، يعني انت عندك اوليجويوريا، يا نهار ابيض. نبدا بقى نشوف نعمل له ايه. خلاص يا جماعه، طيب نبدا اقول لكم كده تجميعه من دلوقتي، قبل ما اخش على اخر سلايد. تجميعه من دلوقتي كده يا جماعه، لو انا جاي لي واحد عنده دم، عنده البول قليل، ما بيخشش الحمام كتير، والله انا عشان اتوقع ايه اللي ممكن يحصل، يعني ده سؤال من الاسئله اللي انا شفته على الجروبات قريب. انعدام البول او ان مفيش بول، لازم ابدا افكر ايه اللي ما خلاش فيه بول. ارجع كده الاول سلايد، انا بفتح لكم بس مدارك في التفكير. ارجع كده الاول سلايد، المفروض مفيش بول. مفيش بول، يبقى ممكن مفيش فلتريشن هنا بيحصل كويس، ده سبب. يعني ممكن يكون عندي رينال فيلير، حلو، او ممكن يكون عندي ستون، حصوه قافله المكان ده، هو برضه جايز برضه، ما هو ده كل ده مش هيخلي لي فيه بول يخرج من الاخر. او يكون عندي اليورينري بلادر فيه حصوه قافله العنق بتاعها من هنا، او حصوه قافله العنق بتاعها ده من هنا. كل دي افكار، يعني الحصاوي او نقص معدل الفلتريشن ممكن ما يجيبليش يورين، او عندي تضخم في البروستات، مش دي اليورينري بلادر زي ما اتفقنا، تضخم في البروستات من هنا كده، يبقى برضه ده في تضخم في البروستات ممكن ما يخليش اليورين يعدي، فيبقى ما عندوش يورين قليل. او عندي حصوه في اليوريثرا، حصوه في الحته دي كده، برضه ما تعديش يورين. طب انا اعرف ازاي يا عم من بره انت كده يعني بتقول لي اما يكون حصوه او مفيش فلتريشن او اما يكون البروستاتا واسعه؟ طب اعرف ازاي؟ بصوا يا جماعه، اللي بيحصل مع المريض ده اول ما بيروح المستشفى ايه بالظبط كده؟ على طول يقوم الدكتور جايبه ويقوم خبطه كاستر، خبطه قسطره، قسطره يقوم مدخلها من هنا كده عشان تفتح مجرى البول. طيب لو هو دخل القسطره من هنا كده وقامت القسطره وقامت وقام بعد اول ما دخل القسطره ودخلها هنا كده في المثانه، القسطره دي عامله زي انبوبه كده يا جماعه بتفتح الدنيا. لو قام دخل القسطره من هنا كده وقامت جايبه بول، معنى كده والله ان البروستاتا هي اللي كانت متضخمه. لو هو بيدخل البروست لو هو بيدخل القسطره ولقاها بتتحشر هنا، معنى كده ان هنا في ستون. يعني هو بيدخل القسطره مفيش حاجه اتحشرت، يبقى كده مفيش ستون هنا. مشت معايا وقامت داخله لحد هنا وقام جايب بول، يبقى كانت البروستاتا ضاغطه وقافله مجرى البول، يبقى كده كان عنده بروستات هايبرتروفي، تضخم في البروستات. طب هو دخل القسطره وما حشتش معاه ووصلت لحد هنا وبرده ما جابش بول، يبقى ممكن يكون عنده حصوه فوق هنا، صح؟ يبدا يعمل له سونار، يعمل له اشعه بقى. طب عمل اشعه وما لقاش الحصوه اللي هنا ديت، يبقى المشكله ان مفيش فلتريشن من هنا. شايفين يا جماعه بنوصل لتشخيص الاكيوت رينال فيلر ازاي؟ احنا ممكن بخطوات بسيطه خالص، دخل قسطره ما جابتش نتيجه معايا، اعمل اشعه
عشان هنشوف في اسطول ولا لا. مفيش اسطول، ومفيش اسطول هنا، اه يبقى المشكله في الفلتريشن. ابدا بقى اصله الوسط برودكت الكتير، ما هو ما دام مفيش فلتريشن اكيد الفضلات متراكمه في جسمه، فاقوم رايح اقيس له اليوريا والكرياتينين في الدم الاقيهم عاليين. اه المريض ده مريض رينال فيلير. شايفين يا جماعه التفكير بيجي ازاي؟ الموضوع سيمبل وبسيط خالص. فده كده المفروض بقى دلوقتي انا وقفت عند مريض ما بيجيبش بول، طالما ما بيجيبش بول يبقى معدل الفلتريشن بتاعه ما عادش 120، بقى اقل من كده، والكليه بقى تبدا تشتغل على قدها بقى. ما الكليه باظت تبدا تشتغل على قدها. طيب نفتح كده وطبعا بقى فيه هاي ويست برودكت وفيه الكترولايت ديستربنس، يعني بدا نسبه الصوديوم نسبه البوتاسيوم ما عادتش مظبوطه خلاص. ما عادتش مظبوطه ليه؟ اصل ما عادش 120 اللي بينزلوا، بقى بينزل كميه اقل من كده. هنشوف بقى دلوقتي الكميه الاقل دي وضعها ايه. نفتح كده الشات عشان لو حد عنده اسئله. نفتح كده الشات. يا الله معلش يا استاذ سلمى تعبينك معانا. ها اللي عنده اسئله يا جماعه كده او اللي فاهم اكتبوا لي يعني. عظيم. حاضر هشرح الهيباتوريا تاني. حلو حاضر. طيب ارجع للهيباتوريا. دكتور طب بعمل قسطره وبدخل قسطره، مش بقيس، مش بقيس ممكن كده، مش ايه مش بقيس كده ممكن انا اشخصها من بره؟ ممكن تشخصها يا دكتور فتحي لما تدخل قسطره ويجيب بول؟ انت كده خلاص معنى كده ان كان في البروستاتا كانت ضغط على المكان. اقصى مكان للقسطره هي ايه؟ الكلام اكتبه بس انجليزي يا جماعه. تمام اعيد بس حته الهيماتويوريا للي كان مش فاهمها لحد ما الناس تكتب اسئله كمان. حته الهيماتويوريا ديت ان دم نزل في البول، لو دم نزل في البول وكان مؤلم ده دليل ان في حصوه، في حصوه. الحصوه وهي نازله يا جماعه في مجرى الحالب ده بتقعد تجرح فيه وتعور فيه فتنزل دم، الدم ده يبقى مؤلم. لو كان الدم ده اللي نازل ده في البول مش مؤلم، ده جلوميرولايتس، يعني التهابات في الجلوميرولاي، ودي بقى نعرفها بالتفصيل. اه في حالات البلهارسيا برضو بيكون في دم في البول، بس ده يعني ده بيبقى له يعني شكل البيشنت بيكون بيديني انديكيشن ده عنده بلهارسيا. يعني يجي يقول لي ده انا عندي وجع في مكان الكبد ناحيه اليمين دي، ده انا يا دكتور مش عارف وضع اللايف ستايل بتاعه او وضع جسمه كله مش مظبوط، الجنرال بتاعته كده، شكل جسمه ده مريض كبد. يعني احنا بيهمنا قوي يا دكتوره رانيا، بيهمنا قوي شكل البيشنت كله. البرادر اقصى مكان للقسطره، ما تقدرش توصل اكتر من كده، يعني ابعد مكان. طبعا القسطره فولي. مريض السكر بيدخل الحمام كتير ليه؟ طبعا هي دي مش موضوعنا، بس هشرحها لك يا دكتوره. المفروض ان الجلوكوز من الحاجات اللي بيحصل لها فلتريشن وبتعدي تنزل في النفرون، فالجلوكوز ده لو كان عالي قوي يسحب ميه كتير معاه، فلما يسحب ميه كتير يعمل بول كتير، البول الكتير ده يخلي البيشنت يخش الحمام بالليل. الحصوه ممكن دكتور احمد، الحصوه ممكن تبقى موجوده في المثانه وممكن تبقى موجوده في اليوريتر وممكن تبقى موجوده في اليوريثرا، مش شرط الحصوه تبقى موجوده في اي مكان. ده في ناس الحصوه بتنزل معاهم مع البول، معنى كده انها جابت الطريق من اول الكدني لحد تحت. حاضر. طب ثواني بقى، ثواني 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 كده، ثواني بس نرجع للحته دي كده اوضحها عشان اللي عنده اخر، عشان اللي عنده اسئله اوضح الجزئيه دي تاني، اللي هي الحته دي، الحته دي كده. المفروض ال 120 مللي نزلوا هنا كده، ده الفلتريت اللي نزل. ارد على الاسئله واحد واحد بقى كده، اصبروا يا جماعه ما حدش يكتب عشان بس ارد على الاسئله واحد واحد كده. حساب كميه البول مش هتهمنا قوي زي ما انا قلت، انا مش هجيب في قوانين تحسبها، لكن انا مش هجيب سيرتها ما تهمنيش، انا عايز اتعامل مع حاله دلوقتي، عايز اتعامل مع بيشنت دلوقتي، لكن القوانين موجوده ما فيش منها مشكله. طيب شرح الهيماتيوريا زي ما اتفقنا اللي هو دم في البول، ده شرحناها دي قلناها خلاص قبل كده. ننزل كده اقصى مكان للقسطره، قلنا القسطره توصل لحد اليورينري بلادر. دم البول قلنا مع البلهارسيا. مريض السكر قلنا ايه؟ القسطره. بصوا يا جماعه حاضر، القسطره يا فين فين اللي كنا بنرسم عليه؟ ثواني. المفروض يا جماعه ان القسطره، انا لو انا جاي لي واحد اهو اخر الحاله اللي كنت بشرحها لكم دي، لو انا جاي لي واحد ما بيخش الحمام كتير، ما بيخشش الحمام يعني عنده اوليجو يوريا، انا عايز اعرف سبب انعدام البول ده عنده ايه.
سبب انعدام البول اما مفيش فلتريشن بيحصل كويس من هنا، مفيش اصلا حاجه بتحصل من هنا كويس، مفيش 120 مللي بينزلهم، هجيب بول منين يعني؟ هجيبه منين؟ من السرير اللي جنبه؟ لا، يبقى ده سبب من الاسباب، مفيش فلتريشن هنا كويس، او في حصوه صد الرينال بلفيك، صد حوض الكلى ده، في حصوه هنا سداه، او في حصوه في اليورتر في الحالب، او حصوه في المثانه، او البروستاتا متضخمه من هنا كده ضغطه ما تخليش البول يقدر يعدي، او حصوه في اليوريثرا. طب انا بقى هعرف ازاي؟ انا هعرف ازاي؟ ثواني بس يا جماعه، ما حدش يكتب بالله عليكم عشان اخلص سؤال سؤال. انا هعرف ازاي؟ انا بدخل قسطره من هنا كده، لو القسطره حشت معايا في الوسط يبقى في حصوه هنا ابدا اعالجها. لو القسطره دخلت معايا ووصلت لحد هنا كده، واول ما دخلتها في اليورينري بلادر قام المريض جايب بول على طول، معنى كده ان كانت البروستاتا هي اللي ضغط عليه، يبقى المريض ده كان عنده تضخم في البروستاتا. طب لو انا دخلت القسطره ما حشتش هنا وقامت داخله في اليورينري بلادر وما جابش بول، معنى كده ان مفيش بول اصلا واصل هنا، مفيش بول اصلا واصل، يبقى اليورتر ده هو ده اللي مسدود. اقوم عامل اشعه ما لقيتش هنا حصوه، لقيت حصوه عليك، ما لقيتش حصوه يبقى ممكن يكون في حصوه هنا. الاشعه اشوف بيها الناحيه دي برضو ما لقيتش فيها حصوه، يبقى المشكله ان مفيش دم اصلا بيتفلتر، مفيش 120 مللي هنا بينزلوا. الفرق بين الاكيوت والرينال فيلر هنعرفه في الاخر يا دكتوره هدير. احنا لسه بنبني بس واحده واحده كده. الحصوه ممكن تكون موجود في اليوريثرا. اه انا شفت الدكتور بيعمل قسطره وبيستخدم جيل معاها، الفكره ان الجيل بيدخل بيسهل دخول القسطره شويه، القسطره ديت مهما كان ممكن تخش تعور تجرح مش عارف ايه، فبيعمل زي اليوبري كانت كده. آه عشان انا شفت ناس كتير بتعملها باكثر من طريقه. ماشي كده كده، دي الاسئله. حسابات كميه البول ليها قوانين يا دكتوره زي ما انا قلت، والقوانين دي بتحسبها بيها، لكن انا يعني ما تهمنيش القوانين هنا، انا عايز احطكم قدام حاله عشان اعرف اتعامل معاها. علاج كل حاله من الحالات هنقولهم يا دكتور عادل، بس واحده واحده، احنا بنبني دلوقتي لسه ما دخلتش يا جماعه، انا بديكم افكار. اكيوت سادن ديكلاين في الفانكشن ده يا دكتوره امنيه، معناها ان فجاه الكليه ما عادتش بتجيب، ما عادتش بتفلتر. طب اصبروا عليا واحده واحده، امشوا بس معايا، اسالوني في الاسئله اللي انا يعني اللي انا حاجات اللي انا بشرحها واحده واحده يا جماعه، اصبروا بس. اللي انا بشرحه مفهوم عشان نكمل؟ اللي انا بشرحه مفهوم؟ تمام ماشي يا دكتوره امنيه ماشي. ايه الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه دلوقتي؟ عشان انا لسه داخل على القناه دلوقتي بسمع تسجيل الدكتوره سميره، الموضوع طويل مش قوي. المفروض اه طيب بص يا دكتوره ليه كده، المفروض ان انا احدد كميه اليورين ازاي؟ المفروض ان انا عندي كل دقيقه الكليتين بيصنعوا لي 1 مللي، يعني على مدار اليوم الكليتين بيصنعوا لي 1.5 لتر. بنجيب كده كيس اسمه كيس تجميع بول، يو ار فور 24 اور يورين كولكشن، اللي هي تجميع بول على مدار 24 ساعه، وبركبهم للبيشنت ده اللي بيكون محجوز عندي في المستشفى، وببدا اتابع كميه البول بتاعته. الكيس ده بيكون متقسم نص لتر 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 ونص، لترين لترين ونص، وهكذا، اسمه كيس تجميع بول. واضح يا دكتوره؟ انا ممكن اعملها عندي في اللي تعمليها. طب تعمليها طبعا لو عندك بيشنت انت بتتابعيه كده، سهل تعمليها انت خالص، بتركب له القسطره. حد عنده اسئله تانيه يا جماعه؟ حد عنده اسئله تانيه؟ احنا دلوقتي عرفنا ان انقطاع البول مش دايما سببه ان البروستاتا ضيقه، ممكن يكون عندي حصوه، ممكن يكون عندي نقص في الفلتريشن، ممكن يكون عندي مشاكل تانيه. لو كليه باظت الكليه التانيه بتشتغل طبيعي عادي، يعني زي ما يكونوا اتنين، الكليه التانيه بتشيل حمل الكليه اللي باظت وتبدا تشتغل هي. طبعا ده هيبدا، ولا يهمك يا دكتوره، طبعا ده هيبدا يبوظ يعني الكليتين يا جماعه مثلا المفروض بيشتغلوا مثلا 50 سنه، لو كليه باظت وقعت في النص الكليه التانيه هتشيل شغلها، فطبعا ده يخلي عمرها يقصر. القسطره بتفرق الميل على الفيميل؟ يعني ما بتفرقش قوي ولا حاجه، لا نفس القسطره بتتركب لهم هما الاثنين. الفكره يا جماعه حطوا في دماغكم الفكره، هو الفكره الميل على الفيميل ان الميل زايد عنها بيدس لقدام شويه بس، لكن هو نفس الفكره. بيحصل هايبر بليجيا للكليه التانيه، الكليه التانيه بتضطر تكبر في الحجم فعلا شويه، والديفرونز بتاعتها تشيل اللود كله عشان تبدا تشتغل. مظبوط صح. ها ها، حد عنده اسئله تانيه قبل ما نخش في الصيد الاخيره؟ انا يا جماعه نقفل الشات خلاص يا استاذه، يا استاذه سلمى. لو حد عنده اسئله بيكتب يا جماعه، لو حد عنده اسئله بيكتب. طيب زي القسطره مش بتفرق الميل على الفيميل، هي نفس القسطره بتركب في نفس اليوريثرا، يعني الفكره ان الفيميل لحد هنا كده وبعد كده الميل مكمل بينص، فالفكره ده هي نفس الفكره.
اه الاخير يعني كده المحاضره هتخلص على كده ان شاء الله، مش هنطول عليكم. احنا المحاضره هنقسم النفرولوجي على مرتين عشان بس الناس تبقى فاهمه. ممكن نعيش بنص كليه، صح يا دكتور احمد؟ مظبوط، ممكن نعيش بنص كليه، وهنفهم الكلمه دي بقى دلوقتي او في الاستاد الاخيره اللي جايه دي. هقسم النفرولوجي بس على مرتين يا جماعه عشان يعني على بعض ان شاء الله، ان المحاضره الجايه تكون يوم الاحد بالكتير ان شاء الله. ده الجزء الاول لسه يا دكتور احمد. نقفل كده الشات يلا يا استاذه سلمى عشان نكمل. نقفل الشات يلا عشان نكمل. كده كده هيتسجل يا دكتور احمد ما تقلقش، المحاضره متسجله. طيب دلوقتي احنا واقفين، قدام كليه كانت فلتريت 120 مللي، ما بتقدرش تفلتر 120 مللي. لو الحاله دي حصل يا جماعه، ان المريض بقى جاي لي وعنده اوليجو يوريا، يعني ايه؟ خليكم ماشيين مع السهم بتاعي، مالكوش دعوه باي حاجه تانية. الكدني دلوقتي ما بتقدرش تفلتر 120، ما بتقدرش تاخد ال 120 تنظفهم، خلاص الكليه بقى تبدا تشتغل على قدها بقى من دلوقتي. الحاله دي لو لسه حاصله دلوقتي، هو انا بعرف ازاي اصلا ان الكليه ما عادتش بتفلتر 120؟ بلاقي المريض جاي يقول لي انا يا دكتور ما عادش بجيب بول، البول بتاعي بقى قليل، كنت بجيب الاول لتر ونص ولترين ولترين ونص، دلوقتي ما عادش بجيب بول، بقالي يومين ما دخلتش الحمام. شوف يا جماعه المصطلح، يا جماعه شوفوا المصطلح، بقالي يومين ما دخلتش الحمام، يعني لسه الحاله حاصله ما يكملش يومين ثلاثه. الحاله دي بسميها اكيوت، والحاله دي بقى اللي بسميها اكيوت رينال فيلير، يعني الكلى لسه بادئه من يومين ما تنضفش الدم بالمعدل الطبيعي بتاعها. طب لو كان الموضوع ده مستمر معاه بقاله اكتر من 3 شهور، دي اسمها كرونيك. وفي الحاله دي الكدني يا جماعه بيبدا يحصل لها شرانكج، يعني ايه؟ تبدا الكليه تنكمش ويحصل فيها ضمور. يعني انت تفرق الكرونيك عن الاكيوت ازاي؟ الاثنين ما عادش بيحصل فيهم فلتريشن كويس، والاثنين الاكيوت والكرونيك بيبقى عندهم السيرم كرياتينين والسير واليوريا عاليين. الكرياتينين والتفاعل عليهم اللي هو الوست برودكت، الكرياتينين واليوريا بيكونوا عاليين في الدم. طب تفرقهم الاثنين عن بعض ازاي؟ الكلمه دي، ان الكدني بيكون شرينكج. لما نيجي البيشنت ده نعمل له سونار، نلاقي الكليه هنا الى حد ما طبيعيه شويه، لكن الكليه هنا متبهدله، فيها ضمور فظيع، تمام؟ تقريبا ما نبقاش عارفين نميزها كويس، نفرق اجزاء الكليه عن بعضها ما نبقاش عارفين، فدي كده اسمها حاله كرونيك. يبقى يا جماعه مش الكرياتينين واليوريا اللي هيفرقوا لي كانت الحاله دي اكيوت ولا كرونيك، لا، الكرياتينين واليوريا عاليين في الاثنين، لكن اللي هيقول لي ده كرونيك ولا اكيوت وضع الكليه اللي بيعمله مين؟ السونار. السونار اللي عنده الدكتور، تمام كده؟ دي الحاله خلاص بقت كرونيك. الحاله بقت كرونيك خلاص، بقى الكليه بقى حصل فيها شرينكج وتعبانه، خلاص الكليه هتشتغل على قدها. يعني بدل ما كانت بتفلتر 120 مللي هتبدا تفلتر 90 مللي في الدقيقه. ودي بسميها المرحله الاولى من الفشل الكلوي، ستيج 1 كرونيك رينال فيلير، سي ار اف، ديت يعني كرونيك رينال فيلير ستيج 1. لو بدات بتفلتر من 60 ل 89 مللي في الدقيقه، دي اسمها ستيج 2 كرونيك رينال فيلير. لو فلترت من 3، شوف يا جماعه الارقام قاعده تقل، قاعد الاستيجز او المراحل التطور في بهدله الكلى تزيد. لو فلترت من 30 ل 59 ده ستيج الثالثه، مرحله اخطر واخطر. لو فلترت من 15 ل 29 مللي، شايفين يا جماعه من 600 مللي داخلين بتاخد 15 مللي بس تفلترهم وتنظفهم، حاجه صعبه جدا، ستيج 4 كرونيك رينال فيلير. لو فلترت بقى اقل من 15، مش هقدر اقول بقى من 15 ل 10 ولا من 10 ل 5، اقل من 15 دي المرحله الاخيره من مراحل فشل الكلوي. الفشل الكلوي المزمن 5 مراحل، اقل مرحله فيه ان يكون الجلوميرولار فلتريشن ريت اقل من 15 مللي في الدقيقه، وديت اخطر مرحله. والمرحله الاخيره ديت يا جماعه دي اللي بياخدوا المريض فيها يغسلوا له، ما خلاص ما دام الكليه بقى مش هتغسل الدم بالمعدل الطبيعي، اغسله انا بره بقى، فركبه، اجيب البيشنت ده واقعده على المكنه بتاعت الهيمو دياليسز اللي هي بتغسل الدم، وده ما هيتكلم عليها ان شاء الله المحاضره الجايه، وازاي بتغسل الدم والكلام ده. ما هي الكليه ما عادتش بتنضف كويس، خلاص ما عادتش بتنضف كويس، اخد انا الدم وانضفه بره. في كل المراحل دي بقى بيحصل اهو زياده في الاس ار دي اللي هي السيرم كرياتينين، كرياتينين بيعلى، والبلاد يوريا بتعلى، الاثنين دول بيعلى، بس الاثنين دول زي ما اتفقنا بيعلوا سواء حاجه كرونيك او اكيوت. مين اللي هيقول لي ان كانت كرونيك او اكيوت؟ السونار. خلاص يا جماعه اتفقنا. طيب يعني بعد كده الكليه لما فشلت، القط معايا كده عشان هنجيب دلوقتي بقى الحاجات المهمه بقى، وهنبتدي علاجات بقى ان شاء الله من المره الجايه مبني على الكلام ده. الكليه حصل فيها ضمور فما عادتش بتنضف الدم كويس، طب انا هحل المشكله ديت وانضفه انا بره. طيب انضفه انا بره، خلاص
طيب يا ترى ايه المشاكل؟ خلاص ما هو كده انا هنضفه انا بره. طيب المفروض ان البيشنت ده مثلا يا جماعه بيغسل كل في الاسبوع مثلا مرتين ثلاثه ولا حاجه، 3 مرات او مرتين، لحد ما يروح يغسل المفروض، لحد ما يروح يغسل المفروض لحد ما يروح يغسل المفروض، كنت بزود بس وقت القاعه ثواني، لحد ما يروح يغسل المفروض الوست برودكت بتفضل تعلى 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 تعلى، اقوم رايح اغسل له تقوم مخرجهم بره جسمه، بعد كده اسيبه يومين ثلاثه، يقوم تقعد الوست برودكت تعلى، بعد كده خلاص مش شغاله بقى، الفضلات تعلى 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 في جسمه، بعد كده يغسل. يا ترى ايه تاثير الفضلات ديت لما تعلى في جسمه؟ تاثيرها هيكون عامل ازاي؟ الوست برودكت دي لما تزيد تعمل ايه في الجسم؟ ليها تاثير على كل الجسم، ليها تأثير على كل الجسم، ليها تأثير على الجي اي تي، تعمل فوميتنج، ترجيع. ثواني يا جماعة، يا الله تشتغل على الجي اي تي وتعمل فوميتنج، ترجيع مستمر ما يروحش، حتى لو اديته دومبريدون زي الموتيليوم، او اديته ميكلوبراميد، او اديته اوندانسيترون زي حقن الزفران، مهما تديله الفوميتنج ده ما بيقفش، زغطه مستمره. الله، يعني انا ممكن يكون واحد جاي لي الصيدليه عنده زغطه ويكون هو داخل في كرونيك رينال فيلير؟ اه شفتوا يا جماعه، تخيلوا يا جماعه. طب اعرف ازاي يا دكتور؟ يعني واحد جاي له زغطه اقول له انت عندك فشل كلوي؟ اعرف ازاي؟ اكيد وضع الجسم هيبان قدامك، يعني في حاجات تانية هنقولها دلوقتي هتبان على البيشنت من بره، مش اي واحد عنده زغطه يبقى عنده كرونيك رينال فيلير. طيب الزغوطة اصلا احنا بنعالجها بالموتيليوم يا جماعه، اللي هو بياخد قرص قبل الاكل بنص ساعه، الزغوطة اساسا. يكون عنده برضو قرحه في المعده، عنده حموضه وقرحه، فانت مش معنى، اصل الكليه هي اللي مسؤوله انها تخرج هرمون اسمه الجاسترون هرمون. الناس اللي دارسه فارما عارفه ان الجاسترون هرمون ده اللي بيزود خروج الاتش سي ال في المعده، فالجاسترين ده بيزود خروج الاتش سي ال، الجاسترين ما عادش خلاص هيخرج من الكليه، الكليه مش هتخرجه، فالكليه مش هتخرجه، فهيزيد هيعمل لي قرحه في المعده. إيه له اثر لما الكليه تفشل؟ لها اثر على الدم. الله الله، ما احنا نرجع كده لوظائف الكليه، لو رجعنا لوظائف الكليه من الاول هنلاقي ان الكليه لها وظيفه من الوظائف اهي، نجيب البتاع ده تحت كده، الكليه كانت بتصنع اهو، كانت بتصنع الاريثروبيوتين اللي كان بيصنع اربسيس، لما الكليه تفشل مش هتصنع اريثروبيوتين فيحصل لي انيميا. خلاص كده يا جماعه، نرجع تاني اهو، يبقى هيحصل لي انيميا بسبب نقص تصنيع الاثروبيوتين اللي احنا اتفقنا عليه، يبقى لحد دلوقتي عندي ترجيع، زغطه مستمره، عنده انيميا بسبب نقص تصنيع الاثروبيوتين ده اللي كان بيصنع ار بي سيز، عنده اوستيو ديستروفي. ايه اوستيو ديستروفي يا جماعه؟ يعني العظم بتاعه بقى هش، بقى سهل ينكسر، وسهل لدرجه انها بتوصل لبعض الحالات للين في العظام، العظمه ما عادتش زي الاول قويه. طب برضو ايه السبب؟ عشان نعرف ايه السبب نرجع للوظائف، الكلى كانت بتقوم بايه؟ ولما باظ ما عادتش بتعمل الحكايه دي، الكلى كانت بتاكتف فيتامين دي اللي كان بيساعد في امتصاص الكالسيوم، وكلنا عارفين ان الكالسيوم ده اللي بيروح يترصف في العظمه ويقويها، فخلاص ما دام الكليه باظت ما عادش فيه اكتف فيتامين دي، ما عادش فيه كالسيوم هيمتص، بقى فيه هايبوكالسيميا. وما دام فيه هايبوكالسيميا خلاص العظمه بقت ضعيفه، خلاص العظمه هتجيب كالسيوم منين؟ العظمه بقت ضعيفه، فيحصل اوستيودستروفي زي ما اتفقنا. نجيب كده السلايد تاني، يحصل اوستيودستروفي لان الكدني ستوب بروديوس الانزيم ده، هو ده اللي كان بياكتف فيتامين دي، ففيتامين دي خلاص مش هيتاكتف، مفيش هايبوكلايسيميا. طب يعني لحد دلوقتي كده يا جماعه، ما دي الحاجات اللي انا همسكها وهبدا اعالج مريض الكرونيك رينال فيلير منها. يعني انا قلت لكم كليته مش بتنظف، هتنظف له انت بالغسيل. طب والحاجات دي هتسيبها؟ عنده فوميتنج، هتبدا تشوف بقى تصلحه له ازاي. عنده انيميا، اديله انت يا عم الاريثروبيوتين من بره. عنده هايبوجلايسيميا نتيجه نقص فيتامين دي، يا تديله فيتامين دي يا تديله انت كالسيوم، اديله حاجه من الاثنين في العلاجات، وده اللي هجيب العلاجات منين؟ ما هو من الكلام. عنده مشكله في الكارديو فاسكولار كمان، ان اليوريا والكرياتين دول لما بيعلوا يا جماعه بيكونوا يعني المواد دي مواد توكسنز، بتعمل الريتيشن قوي جدا او التهاب قوي جدا في طبقه البريكارديوم. ايه طبقه البريكارديوم دي؟ الطبقه دي اللي بتكون مغلفه القلب، فيحصل بريكارديتس، التهاب في الطبقه اللي مغلفه القلب. الحاجه دي حاجه خطيره جدا 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 وفيتال، مميته. عشان كده المريض اول ما بيجيله بريكارديتس لازم يغسل على طول، ما يستناش ميعاده، لازم يغسل فورا.
يحصل له زياده في البوتاسيوم. فاكرين مش احنا قلنا الكليه لازم تخرج البوتاسيوم؟ لما الكليه مش شغاله مش هتخرج بوتاسيوم. وبرضه في الفارما بنشرح ان البوتاسيوم لما بيزيد بيعمل لخبطه في ضربات القلب اسمها اريزميا، تمام، يرفع الضغط برضه. ما هي مفيش الكليه مش هتفلتر، مش هتنزل الميه، تنزل مش هتنزل تتفلتر، الميه هتزيد والصوديوم هيزيد، يعمل لي هايبرتنشن ويوصل لي الاديمه كمان، انتفاخات بقى. طب اقول لكم معلومه حلوه، عارفين انتفاخات او الاديمه اللي سببها الكليه نعرفها ازاي؟ افتح لنا كده شاتي يا استاذه سلمى كده اما اسمع اجاباتهم. انتفاخات نتيجه رينال، يعني بسميها رينال اديمه، اصل في كارديو فاسكولار اديمه او هارت اديمه، في الاديمه ليها كذا سبب. وفي برضو الكبد بيعمل اديمه، يعني نعرف ازاي كده، نعرف نفرق ازاي. اسمع اجاباتكم كده، فاضل لنا خلاص حتتين ونخلص، بس عايز اسمع اجاباتكم في النقطه دي بالذات عشان تهمنا شويه. بيتنج اند نون بيتنج اديما، مظبوط يا دكتور احمد. طب مور الاستريشن لو سمحت، تفسير اكتر. العين يعني ايه العين؟ الراوند الاي. طب راي دكتور دكتور الاء او دكتور علاء او دكتور علاء او دكتور الاء، المهم دكتور لما بيقول الراوند الاي حوالين العين، في انتفاخات حوالين العين. طب اسمع اجابات تانية. الاء، طيب يا دكتور الاء، انتفاخات حوالين العين. اسمع اجابات تانية كده. زملائي الصيادلة عايزكم تنطلقوا، يلا، في ناس واضح ان في ناس معانا من طب. دكتورة اسماء، ليمفاتيك ورينال. طب ما هو توضيح ازاي ماشي الاديمة، عايز اعرف ان كان الاديمة رينال ولا لا. بفنس الراوند او في الاي ليد، التهاب في الحلق او ماشي، ها بتبقى في الاتراب بتداس عليها لمدة معينة. النام بيتنج، انا مش عايزك تفصل لي يا دكتور احمد يعني ايه نام بيتنج وبيتنج، انا عايزك تفصل ايه، تعرفني اعرف ازاي ان دي رينال اديمة. كلامك طبعا صح، كلامك طبعا صح مظبوط، بس انا عايز اعرف الرينال القديمه دي اعرفها ازاي، اعرف ان الانتفاخ ده سببه مشكله في الكلى ازاي. ده بيرجع لفهمنا للقديمه. ها انا هقولها يا جماعه، بس انا عايز بس الناس تفكر بس. برافو يا دكتور احمد والله ما شاء الله، ربنا يوفقك يا رب. في دكتوره الاء كانت قايله الراوند الاي عشان ما انساهاش، بس في ناس عايزه تجاوب تاني. زملائي الصيادله، الصيادله مش مشكله، انا ان شاء الله نشرح ونقول مره واتنين. الغده الكظريه موجوده على الكلى، انا مالي ومال الغده الكظريه دلوقتي، ماليش دعوه بالغده الكظريه، حوالين العين لكن القلب في الرجل والكبد والبطن. طيب بما انهم اتفقوا خلاص، يعني بصوا يا جماعه مظبوط ان الرينا القديمه هضغط عليها بالاصبع لو ماشي ماشي خلاص خلاص خلاص، نقفل الشات يا استاذه سلمى، نقفل الشات. القديمه يا جماعه اعرف ان سببها مشكله كلى، لما يحصل انتفاخ حوالين العين دايما بيكون الصبح يا جماعه، يصحى البيشنت الصبح كده يلاقي وشه منفخ، حوالين العين منفخ. طب اشمعنى المكان ده بالذات اللي بيحصل فيه قديمه؟ الفكره يا جماعه ان لما بيحصل صوديوم ووتر ريتنشن، البلاد فيزلز الدم جواها بيبقى حجمه كبير، فالمفروض البلود فيزز ده عايز يبدا يسرب عشان يعني يفك عن نفسه شويه. فلما يعوز يسرب، يصرف فين؟ يسرب الدم الميه بتاعته في مكان فيه ال السكن او الجلد مش ماسك كويس قوي في العظم، يعني بيكون مسكانه لوز، مسكانه ضعيف يعني. فاكتر مكان يقدر يسرب فيه حوالين العين، يعني لو جيت تمسك السكن دلوقتي بتاع حوالين عينك كده وتشده يتشد معاك، لكن تعالى حط بطن ايدك كده وشد الجلد ما يتشدش، فعشان كده ما تلاقيش ايده تورم. يعني لما تيجي تشد ايده ما تورمش، ليه؟ لان الجلد بتاع ايدك ناشف، نايم على نايم كويس على التيشو وعلى البون، لكن اللي تحت العين ده سهل لو شديته معاك هيتشد، فعشان كده سهل ان الميه تتخزن حواليه. فعشان كده المريض اللي عنده رينال اديما او اللي عنده اديما نتيجه مشكله في الكليه تلاقي عينه منفخه، تمام؟ مش هخش بقيه الانواع لان دي كده كده هنتعرضها في الكارديو ان شاء الله. يبقى الراجل ده لحد دلوقتي عنده صغطه، عنده ترجيع مستمر. لا زملائي فوق دماغي والله يا دكتوره هبه، ما تقلقيش انا معاك وبشرح اهو واحده واحده. الجي اي تي عنده ترجيع، عنده سغوطه مستمره، عنده قرحه في المعده، عنده انيميا ولازم اديله اريثروبيوتين، عنده هايبوكالسيميا، عنده اريزميا، عنده التهابات حوالين القلب، عنده ضغطه عالي. والراجل كمان ده بشوفه يا جماعه المشكله بقى بيقلل التستوستيرون كمان، لما الحاجات دي تعلى تقلل التستوستيرون، يعمل عقم امبوتنس، تعمل انسولين ريزيستنس، لما الحاجات دي تزيد تعمل انسولين ريزيستنس يعني مقاومه في الانسولين، ما تخليش الانسولين يعرف يشتغل. هو الانسولين وظيفته ايه؟
الانسولين وظيفته ان هو يخفض السكر، فالانسولين مش هيشتغل، فكأن الحاله عندها ديابيتس، بس الراجل الانسولين بتاعه بيطلع طبيعي والخليه بتاعته بتستجيب طبيعي. هو فكره مرض السكر بس على جنب كده يا جماعه عشان نعرفها، اما الانسولين قليل فما عادش فيه انسولين في الجسم فده مريض سكر من النوع الاول، او الانسولين بيطلع بس مش عارف يمسك الجلوكوز ويدخله جوه التيش، ده من النوع التاني بسميها انسولين ريزيستنس. الحاله اللي عندي ديت الانسولين موجود عادي وبيشتغل على السيل عادي لكن شغله ما عادش بالكفاءه الاولانيه، فدي بسميها مريض سكر، لكن يعني بس مش المرض السكر بالمفهوم المصطلح عليه، مش هياخد انسولين ولا هياخد ادويه سكر ولا حاجه، فبسميها سكر كاذب او مرض سكر كاذب، سيدو ديابيتس ميلايتس. لا يعني عايز افسرها لكم اكتر في الفسيولوجي، بس يعني تفسيرها ياخد مننا يعني حوالي ربع ساعه شرحها او حاجه، بس هديكم فكره من بعيد. الانسولين اصلا يا جماعه زيه زي اي هرمون او زيه زي اي بروتين في جسمي، المفروض ان هو بعد ما يخلص شغله بيتكسر. المسؤول عن تكسيره، المفروض المسؤول عن تكسيره وخروجه هي الكلى. الكلى بيحصل داخل البروكسيمال كونفالت تيبيول بتاعها شويه مشاكل تلخبط الانسولين، تلخبط شكل الانسولين، فما تخليهوش عاد زي الاول تاني، بس الانسولين اللي هو اللي هيخرج مش اللي موجود في جسمي، تبوظه. فده ممكن يعني يديني ايحاء من بره ان المريض ده ممكن يكون مريض سكر، لكن هو مش مريض سكر ولا حاجه. انا عايزك تخرجوا من النقطه ديت ان الراجل ده بيكون عنده عقم نتيجه زياده في نقص في السيرم تستوستيرون، وبيكون عنده انسولين ريزيستنس مقاومه في الانسولين، ولكن مش هتأديه تخليه مريض سكر. الراجل ده كمان بيكون عنده ثايرويد ديس فانكشن، لخبطه في الثايرويد تي 3 وتي 4 بتاعه بيبدا يبوظ هما كمان. وحته اخيره ان البرولاكتين بتاعه بيزيد. ايه هرمون البرولاكتين ده؟ فاكرين هرمون البرولاكتين اللي كان مسؤول عن افراز اللبن؟ البرولاكتين عند الراجل ده كمان بيزيد، فبيعمل له جلاكتوريه، او عند الست بيعمل لها جلاكتوريه، وكمان يا جماعه بيعمل جينكوماستيا كمان، وكمان كمان بيعمل امبوتنس اللي هو عقم. فالراجل ده الراجل الناس اللي عندها كرونيك رينال فيلر اللي هو الرجاله بالذات معرضين بخطر قوي جدا للامبوتنس للعقم نتيجه نقص التستوستيرون من ناحيه وزياده الهرمون البرولاكتين من ناحيه. تمام. اخر حاجه خالص مشكله بقى نيورولوجيكال، يعني الحاجات ديت لما تتراكم تعمل كونفالشن، ممكن تدخل في تشنجات، تعمل غيبوبه نتيجه تراكم اليوريا فتروح تطلع تشتغل على المخ وتترصف في البرين فتعمل غيبوبه، يشتغل على السكين كمان يعمل هرش شديد الوست برودكت دي. بس في يعني الهرش ده له تفسير هقوله، بس يعني لحد ما نقول المره الجايه او لحد ما نشرح المره الجايه ان شاء الله. الفكره زي ما اتفقنا ان الوست برودكت دي هتعمل الحاجات دي كلها اللي من ضمنها اوستيودستروفي، يعني العظمه ضعفت. العظمه ضعفت نتيجه ايه؟ نتيجه ان ما عادش فيه كالسيوم، هايبوكلايسيميا. فانت لما تيجي تعالج الراجل ده انت هتدي له انت كالسيوم من بره، ما دام انت هتدي له كالسيوم بيقول ان ممكن الكالسيوم اللي انت تديله ده يزيد عن الحد المطلوب، فالمريض يخش في هايبر كالسيميا. انت نقلته من هايبوكلايسيميا اديته كالسيوم بقى هايبر كالسيميا. الهايبر كالسيميا دي اللي بتعمل الهرش الشديد، يعني الهرش الشديد ده هيجي عن طريق الدواء اللي انت اديته، فعشان كده لازم نظبط جرعه الكالسيوم بالظبط قوي. يبقى بصوا يا جماعه تلخيصا للكلام ده كله، برضو في حته هنا هي مستخبيه، الشيست يعني له اثر برضو على الـ على الـ 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 الصدر وكده. تلاقي الراجل ده ما بيجي يتنفس، عارفين الناس اللي هي بتتنفس بسرعه ديت اسمها اسيدوتيك بريسنج او هايبر فنتليشن، عارفين الناس اللي عارفين الناس اللي هي ديت يا جماعه تلاقيه بيكلمك وهو مش قادر ياخد نفسه. الراجل ده بيكون شكله ده شكل كرونيك رينال فيلير اسيدوتيك بريسنج. يبقى تعالى نجمع الكلام كده، نجمع الكلام ده. الراجل اللي عنده الكليه بتاعته ما عادتش بتفلتر 120 مللي، الراجل ده هو لو كان الموضوع ده لسه حاصل حالا دي حاله اكيوت، ودي هنتكلم عليها المره الجايه ان شاء الله، او لو حاصله من زمان دي كرونيك، فالكليه خلاص ما عادش بتفلتر 120 يعني بدات تشتغل على قدها بقى، فهتفلتر 90 او هتفلتر 60 او هتفلتر من 30 اللي مش عارف ل 59 او الارقام دي، وكل رقم بمرحله من مراحل الفشل الكلوي. خلاص يا جماعه لما الكلى ما تقدرش تفلتر غير الارقام البسيطه دي تبدا يحصل تراكم للوست بروتوكت دي، اللي هي بدورها تبدا تعمل لي المشاكل اللي تحت دي. لو انت عايز تعالج مريض الكرونيك رينال فيلير صح، هاته وعالجه وفلتر له انت دمه بره، الحاجات الارقام القليله دي ترجعها انت تاني خليها 120، فهات الراجل ده اهو وقعده انت على مكنه غسيل، ومن ناحيه ثانيه صلح له الحاجات اللي باظت تحت دي، صلح له الفوميتنج والهايكاب، صلح له الانيميا، صلح له الهايبوكالسيميا، صلح له الاريزميا والبريكارديتس والهايبرتنشن ده، صلح له التستوستيرون والامبوتنس والكلام ده، اوعى يخش منك في كونفالشن. إيه لو هو عنده مش عارف يتنفس كويس ابدا يديله ادويه يخليه يتنفس كويس وهكذا.
دي كده ملخص اللي هنقوله المره الجايه، المره الجايه ان شاء الله، لعلاج ازاي اعالج الكرونيك رينال فيلير. لكن الاكيوت هناخدها بقى لوحدها بالتفصيل ان شاء الله. افتحي لنا شات كده يا استاذه سلمى، نشوف اي حد عنده اسئله في محاضره النهارده. اللي عنده اسئله يكتب لي كده يا جماعه. فاهم مش فاهم حاجه قول لي. حاضر، حته الانسولين ريزيستنس. حاضر، الله يسلمك يا دكتور احمد، والله الحمد لله ربنا اواني خلصت لكم المحاضره للاخر اهو. الراجل ده عنده ميل للسيوله في الدم، الكلام ده هيبان واحنا بنغسل واحنا بنحطه على مكنه الغسيل المره الجايه ان شاء الله يا دكتوره هديل. تعبنا، ده اللي تعبته وحياه ربنا. اسباب تكون الحصوه هناخده برضو ان شاء الله، هناخد الحصوه بالتفصيل ازاي بتتكون وهكذا، ما تقلقيش. الكونفالشن انا بس فاضل لي حته الانسولين ريزيستنس والكونفالشن. حاضر، الحتتين دول. حاضر، الاسباب اللي ممكن تعمل فشل كاوي وما قلناهاش فعلا هي مكتوبه فوق اهو. ماشي يا دكتور احمد، ارد عليك. حاضر، طيب حاضر، ماشي خلاص كده الاسئله. طب يا جماعه ايه اللي ممكن يخليه اصلا ما يفلترش الكميه القليله دي مثلا غير الكميه، يعني المفروض الكليه في الوضع الطبيعي بتفلتر 120، فعلا الاسهم اللي فوق دي احنا ما قلناهاش بتفلتر 120، طب ايه اللي يخليها ما تفلترش ال 120؟ والله في حصوه بهدله الكلى، خلاص ما عادتش هتخليها تفلتر 120، ازاي يعني؟ ازاي؟ نفهم كده، نفهم كده الحته دي. نفهم الحته دي، لو انا عندي حصوه اتكونت، لو انا عندي حصوه اتكونت هنا كده، لو انا عندي نجيب السهم كده، انا عندي حصوه اتكونت هنا كده في الحته دي كده، كويس؟ الحصوه دي يا جماعه البول يجي نازل، يعني لو الحصوه خلينا يعني بدل ما نكتبها في اليوريتر نكون يعني اخش بس في تفاصيل الرسم عشان اوضحها لكم اكتر. يكون في حصوه اتكونت في المكان ده، يجي اليورين نازل هنا كده وجاي يخرج يلاقي حصوه في طريقه، فيعمل هنا ضغط في المكان ده كده، يعمل ضغط في المكان ده، الضغط ده يقعد يزيد 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 لحد ما يبدا يضغط، فيبدا يضغط في قوه معاكسه فيقلل الفلتريشن، ما يكون يعني هنا في ضغط بيزق الفلويدز هنا كده، لما الفلويدز جايه نازله تلاقي ضغط مقابل ليها، ايه اللي يخليها تنزل بقى تقوم رده تاني؟ فالفلتريشن يقل، فعشان كده الحصاوي ممكن تدخل في رينال فيلير. الحصاوي ممكن تدخل في رينال فيلير. طيب دي كده فكره الحصاوي ازاي بتدخل. ثواني يا جماعه، ثواني. المسكنات ودي هتبان المره الجايه ان شاء الله بتعمل فشل كلوي، والامينو جلايكوسايد الاستخدام المزمن للمسكنات، الالتهاب المزمن في الجلوميرولاي يعمل لي رينال فيلر وهناخده بالتفصيل ان شاء الله، الالتهاب المزمن في حوض الكلى يعمل فشل كلوي، الضغط المرتفع باستمرار والغير مسيطر عليه، مريض عنده ضغط وما بياخدش ادويه الضغط يخش في كرونيك رينال فيلر، التدخين، السكر يعمل لي برضو كرونيك رينال فيلر. طب السكر ازاي بيعمل رينال فيلر يا جماعه؟ الكلام ده انا هقوله المره الجايه وبرضو بوضحه لكم دلوقتي اهو. ازاي السكر يعمل رينال فيلر؟ بصوا يا جماعه، الفكره ان السكر لما بيعلى بيبقى فيه سكر عالي في الجسم، هايبر جلايسيميا. السكر لما بيعلى في الجسم بيمسك البروتينات ويخليها جلايكوزيليتد، يعني ايه؟ يعني السكر يروح يمسك في البروتين، يمسكوا الاثنين مع بعض، ده اسمه جلايكوزيليتد بروتين. الجلايكوزيليتد بروتين ده يوم جاي ومترصب في المكان ده كده، يوم جاي مترصب هنا كده في المكان ده، يمنع اي فلتريت انه يعدي. ما هو معانا ان الفلتريت مش هيعدي، معنى كده ان دي رينال فيلير، كرونيك رينال فيلير برضه. عشان كده سكر الحمل هي مش موضوعنا خالص ديت، لكن سكر الحمل مل 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 يعني ملهاش سبب واضح يا دكتوره. سكر الحمل دي لوحدها كده يعني، دي بتبقى حاجات جيناتيك في الغالب، يعني واحده جايت لي مثلا وهي بريجننت وجالها سكر، ديت لوحدها كده يعني بتبقى دي حاله، والدتها كانت كده، عمتها كانت كده، ستها كانت كده، دي ملهاش تفسير. لو شرب الميه كتير في حالات الفشل الكلوي. طب حاضر، ثواني بس، ثواني. شرب الميه كتير في حالات الفشل الكلوي ده بالعكس من اخطر المشاكل، يعني تلاقي يا جماعه ناس جايه رايحه المستشفى يقول له يا دكتور انا عندي مشكله في الكليه، فالحمد لله انا جايب صندوق بريل، حاطط صندوق بريل عندي في البيت كده بشرب منه ميه الشعير دي يا دكتور كويسه قوي. بالعكس يا جماعه، ما هو اصلا مش بيفلتر، هو اصلا ما فيش، يعني لو رجعنا هنا كده، لو رجعنا هنا المريض اللي بيشرب ميه كتير ده يقول لك الميه الكتير بتنظف الكلى للمريض الفشل الكلوي، غلط. الميه الكتير هتيجي هنا مش هتعدي، ما هو ما فيش ميه بتعدي اصلا، ده انت بالعكس بتعمل له فوليوم اوفرلود، بتعمل اوفرلود على جسمه كمان. فبالعكس المريض ده اهو زي ما نيجي نشرح المره الجايه ان شاء الله في العلاجات، بيعمل له خريطه شرب ميه وبتحدد له كميه ميه معينه يشربها،
زلال في البول معناه ان بروتين نزل في البول، الالبيومين بالذات. البار بوينت، انا مش عامل بار بوينت، انا عامل لكم وانا ده بخط ايدي البار بوينت كلام كتير قوي. انا ما بحبش اسلوب الرسومات يا جماعه، انا بحب اسلوب المايند ماب اكتر. شكرا يا دكتوره ايناس. الاسباب الرئيسيه اللي ممكن تعمل فشل كلوي زي ما قلناها فوق يا دكتوره، اللي هي الرسومات الكلام اللي قلنا، السكر، الضغط العالي المرتفع، التهابات الكلى المتكرره، المسكنات، الحصوات. طيب يعني قبل نهايه الامتحان انا هرفعها ان شاء الله النهارده على اليوتيوب ان شاء الله، معاذ القدر. تمام.